الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. النهاردة إن شاء الله هيكون ضيفي في الجزء الأول من هذه الحلقة النجم الكبير كابتن عادل طعيمة نجم النادي الأهلي السابق. هنتكلم في أمور كثيرة جدا تخص المنتخب الوطني والنادي الأهلي. أما في الفقرة الثانية أيمن جلبرتو وصبري سراج في ضيافة البيت الكبير. في البداية الحقيقة قبل ما نتكلم عن أي شيء، خليني أبارك لمنتخبي الأردن وقطر. الأردن وقطر نهائي كأس الأمم الأسيوية، إن شاء الله النهائي سيكون ما بين قطر والأردن. المنتخب الأردني امبارح فاز على كوريا الجنوبية، أما منتخب قطر قدم مباراة كبيرة جدا وخيالية أمام المنتخب الإيراني 3-2. على فكرة اللي مش متابع كأس أمم آسيا يحاول يتفرج على الماتشات مرة تانية، لأنها مباريات كثيرة كويسة وحلوة، وتستطيع أن أنت تستفيد من هذه المباريات سواء من ناحية الروح أو من ناحية التكتيك أو من ناحية حاجات كتيرة جدا جدا جوه الملعب. الحقيقة حلوة الأمم الأسيوية حلوة. طبعا أنا عارف أن كل الناس بتتابع كأس الأمم الإفريقية والمباراة التي انتهت منذ لحظات قبل دخولنا للاستوديو مباشرة. صعد منتخب نيجيريا إلى المباراة النهائية بعد فوزه بركلات الترجيح على جنوب إفريقيا بعد التعادل في الوقت الأصلي والوقت والشوطين، الشوط الأول الإضافي والشوط الثاني الإضافي، بهدف لكل فريق، وبالتالي استطاعت نيجيريا أن تفوز في ركلات الجزاء الترجيحية وتصعد إلى المباراة النهائية. ومنذ لحظات قليلة أيضا بدأت المباراة الثانية، مباراة ساحل العاج والكونغو الديمقراطية، ومن سيفوز في هذه المباراة سيلاقي نيجيريا في المباراة النهائية. طبعا هارد لك لبيرسي تاو اللي عمل مباراة من أحلى المباريات اللي عملها الحقيقة بيرسي تاو في بطولة الأمم الأفريقية. حتى جنوب إفريقيا بالكامل عملت مباراة رائعة النهاردة أمام المنتخب النيجيري، وإذا كان هناك من يجب أن يتم تحييته في هذه المباراة كابتن أمين عمر. يجب على كل المصريين وكل الحكام في مصر، يجب أن نعلم أن احنا عندنا حكام على قدر المسؤولية. كابتن أمين عمر النهاردة وطاقم التحكيم المصري بالكامل حاجة رائعة جدا، مفيش غلطة في المباراة. يمكن الفار استدعاه في ركلات الجزاء الأولى وفي الطرد في الناحية التانية، ولكن في النهاية ولا غلطة من الكابتن أمين عمر. الحقيقة أنا سعيد جدا 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 بمستوى الأداء التحكيمي بالنسبة للمصريين في هذه البطولة. بطولة تعيد لنا التحكيم المصري وتخلينا نبقى قاسيين أكتر أكتر عليهم خلال المرحلة اللي جاية لو فيهم حد أخطأ، خصوصا هذه الأسماء، خصوصا كابتن أمين عمر، خصوصا كابتن محمد عادل، خصوصا كل الكباتن وكل الأطقم اللي موجودة، الطاقم المصري اللي كان موجود هناك، لأنهم كلهم كابتن محمود عاشور، كابتن بنا، كلهم الحقيقة عاملين حاجة رائعة جدا جدا. ألف ألف مبروك لمصر. وجود طاقم تحكيم بهذا المستوى، أنا شايف الناس وأنا داخل بسرعة كده قبل ما أطلع مع حضراتكم، الناس كلها بتتكلم عن إنه أفضل ما في هذه المباراة من الناحية الفنية وكل حاجة، ولكن أيضا الحكم بدون أخطاء. فالحقيقة حاجة جميلة جدا جدا، وألف مبروك للتحكيم المصري هذا الأداء الرائع. إن شاء الله ربنا يكرمنا ونشوف التحكيم المصري لما يرجعوا بقى إن شاء الله كمان يفرحونا أكتر وأكتر وزيادة خلال الماتشات اللي جاية. الحقيقة في بداية كلامي أنا عايز أحيي صديقي وزميلنا الأستاذ مهيب عبد الهادي. الناس كلها كانت بتتساءل هي ليه منتخب مصر طلع من كأس الأمم الأفريقية؟ الوحيد اللي جاوب على هذا السؤال مهيب عبد الهادي. كابتن مهيب امبارح في برنامجه عمل حلقة مع كابتن أيمن عبد العزيز. بعد ما سمعنا الحلقة واتفرجنا على الحلقة عرفنا ليه مصر أو منتخب مصر خرج من بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الستاشر. وبالعكس حمدنا ربنا، حمدنا ربنا إنه فعلا وصلنا لدور الستاشر. لأنه الحقيقة أنا عايز أرجع بالزمن للخلف شوية، للفترة ما قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية. يعني أو كان بمعنى أصح كان نفسي بطولة الأمم الأفريقية اللي شغالة دلوقتي ما تتلعبش، لأن الحقيقة
زي ما قلت لحضراتكم، البطولة دي كشفت لينا العديد من الأمور الكارثية، وكشفت لينا أشخاص كنا بنتخيل أنهم أصحاب مسؤولية، أشخاص كنا نأمل أنهم على قدر المهمة وأنهم قادرين على تحمل أحلام وطموحات الشعب المصري، وقادرين وقادرين أنهم يتحملوا 120 مليون مصري بمختلف انتماءاتهم بالمناسبة. ولكن بطولة الأمم الأفريقية دي كشفت لنا مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الاتحاد أقل ما يقال عليهم أنهم دون المستوى، بعد الفشل الزريع والمنقطع النظير في كل شيء. الصراحة يعني ياخدوا الأوسكار في الفشل، أوسكار في الفشل. تخطيط ورؤية مستقبلية وتوقعات وقرارات مرتعشة زي ما قلت لحضراتكم قبل كده. أيضا كشفت لينا امبارح مهيب عبد الهادي، كشف لينا أن عندنا مدير فني اللي هو روي فيتوريا، مدير فني كنا متخيلين أنه قد التحدي وقد الثقة والدعم اللي خده مننا قبل انطلاق البطولة، مش مننا، من كل الإعلام الرياضي، وحتى والبطولة شغالة مع الأداء الغير جيد والنتائج السلبية كنا بنقدم الدعم ولم نتوقف أبدا عن دعم فيتوريا. ولكن كل هذا طلع فنكوش. فاكرين الفنكوش ده؟ طلع فنكوش، اختيارات غير جيدة، ولا في إدارة فنية، ولا في شخصية مع اللاعبين، ولا شخصية داخل الملعب، مدرب أقل من إمكانيات وطموح مصر. وجهة نظري، أنا آسف إن أنا قبل كده قلت عليه إن هو مدرب جيد، لأنه فعلا طلع مدرب فرق وليس مدرب للمنتخبات بعد الكلام اللي قاله أيمن عبد العزيز امبارح ده. بعد الكلام اللي اتقال امبارح ده، كل الكلام ده أكد لينا أن هناك فارق كبير جدا بين مدرب متخصص أو عنده رؤية، حتى لو رؤية دفاعية بالمناسبة، في قيادة المنتخبات، ومدرب آخر يقود فرق حتى وإن نجح مع فرق كبيرة. الحقيقة مش بالضرورة أن أنا أنجح مع ريال مدريد مثلا أقوم جاي أنجح مع أي منتخب. والحقيقة يعني بالنسبة للمنتخبات الوطنية، أنه هناك أعضاء مجلس إدارة الحقيقة في اتحاد كرة القدم، وأنا هنا برضو مش بحمل حازم إمام لوحده، أنا بحمل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، هو اللي تعاقد مع فيتوريا وخلى شكل، يعني مجلس إدارة الاتحاد خلى شكل الاتحاد وحش أمام الجميع. أيضا اكتشفت امبارح أنه كان عندنا مدرب عام في المنتخب هو مدرب أبيض. عايز تفسر أبيض زي ما أنت عايز فسرها. أبيض ممكن يكون أبيض الهوى أو محب للون الأبيض. فتخيل حضرتك، تخيل حضرتك معايا كده إن أنا مدير فني أو مدرب في منتخب مصر، مدرب في منتخب مصر بيتكلم عن ان مفيش حاجه اسمها تكتيك ومفيش خطه وما فيهاش بلان على الكلام اللي اتقال، ولا تكتيك، والحاجات دي نسبتها 10% بس. الكلام ده مش انا اللي قلته، الكلام ده اللي قاله كابتن ايمن عبد العزيز في حواره مع مهيب عبد الهادي. والله العظيم ثلاثة قال كده يا جماعه. ساعتها أنا وأنا قاعد أيقنت إن الحمد لله والشكر لله إنها جت على قد كده في بطولة الأمم الأفريقية وما خرجناش بفضيحة. ما خرجناش بفضيحة. كابتن أيمن عبد العزيز بيتكلم على إن هو بيتم مهاجمته عشان هو زملكاوي. مدرب ممشيها أهلاوي وزملكاوي. مدرب عامل انقسامات ما بين واضح. ويقول اصل مدربين الزمالك بيتهاجموا من الاعلام على عكس مدربين الاهلي، محدش هاجم شيتوس، محدش هاجم محمد شوقي، بقى ده اسمه كلام يا جماعه. بدل ما تطلع تحتوي غضب الجماهير اللي زعلانه من الفضيحه اللي حصلت، انت بتزيد الطينه بله. طالع تزود الانقسامات وبتحاول تضرب ما بين الناديين الكبيرين الاهلي والزمالك. اختلافات في الراي انت حر،
لكن توصل لدرجة ان انت تقول مفيش حاجة اسمها خطة، مفيش حاجة اسمها بلان، مفيش حاجة اسمها الحاجات دي 10% بس، وتقول ان انت تعرضت للهجوم عشان انت زملكاوي. هو الكابتن حسن شحاتة في 2006 و2008 و2010 و2012 و2024، انا واحد من الناس اتمنى ان انا اعمل حلقه ولو ساعه مع كابتن حسن شحاته في قناه النادي الاهلي، وان شاء الله اعمل له حلقه تخلي كل الزملكاويه يسقفوا له، ومتاكد ان اي حد في قناه نادي الزمالك نفسه يعمل حلقه مع الاسطوره محمود الخطيب. عيب يا كابتن ايمن لما تطلع بهذا الشكل، عيب يا كابتن ايمن لما تتكلم بهذا المنطق. وانا هنا صريح وواضح في هذا الامر. ايمن عبد العزيز اخويا الصغير بالمناسبه، ولكن ايمن عبد العزيز قبل ما يروح المنتخب كان بيغلط في كل لعيبه النادي الاهلي على الهواء مباشره، والموضوع عدى وكمل ايمن عشان الاتحاد عايزينه. لكن ان هي توصل ان انت بدل ما تستخبى او تطلع تهدي الجماهير او تطلع اطلع ودافع عن فيتوريا، انت حر، ولكن ولا عارف تتكلم في الكرة يا كابتن ايمن. ولا يعني انا لو جبت المدربين وسالتهم اي مدرب هيقول لك لا مفيش حاجه اسمها بلان. امال الناس بتدرس ايه؟ هو انت يا كابتن ايمن كنت بتتكلم مع صلاح وتريزيجيه كده ان انت مفيش حاجه اسمها خطه ولا ارقام ولا احصائيات ولا الكلام ده ولا تكتيك ولا بلان؟ يعني انت كنت بتقف مع صلاح وتريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد ولاعيبه الاهلي ولاعيبه الزمالك تقول لهم الكلام ده؟ ما هو عشان كده احنا خرجنا من دور ال16. لا ده احنا الحمد لله ان احنا وصلنا لدور ال16. هو اللي احنا نعرفه ان فيتوريا قال ان هو عايز مدرب شاب يتعلم منه، يعني مش عشان المنتخب يستفيد من خبراته. ف ما كانش ينفع يكون مثلا ساعتها موجود كابتن محمد يوسف. ليه؟ لان كابتن محمد يوسف مدير فني، لكن حضرتك المفروض تروح وتتعلم. وانا لو حضراتكم تفتكروا عندما تم اختيار كابتن محمد يوسف كمدرب عام مع اي مدير فني اجنبي في القرارات الاولى للاتحاد المصري لكرة القدم، قلت لكم ان كابتن محمد يوسف اهم حاجه عنده ما عندوش موازنات. يعني بيحب الاهلي جدا ونفسه في الاهلي وكل حاجه، لكن في نفس الوقت لو عنده 10 من الزمالك هياخد 10 من الزمالك لانه يهمه مصلحه بلده. بالعكس بيعرف يحتوي الجميع. ما عندوش حسابات شخصيه. اهم حاجه عنده مصلحه بلده ومنتخب مصر. مش هيفرق يعني كابتن محمد. ما كانش هيفرق، انا متاكد من شخصيه محمد يوسف، مش هيفرق ما بين اهلاوي وزملكاوي. انما اللي حضرتك طالع تقوله ده عبث، والحكايه اصلا مش ناقصه. كفايه يعني اتمنى ان الزملكاويه يطلعوا يردوا عليه في هذا الكلام. هو كابتن حسن شحاته في 6 و8 و10 كان عنده حد بينتقده؟ احنا انتقدناك يا كابتن ايمن مش عشان حضرتك بتتعلم. هو لو كابتن سامي الشيشيني كان موجود كان حد فينا اتكلم؟ هو لو كابتن عبد الحميد بسيوني كان موجود كان حد فينا اتكلم؟ ما كانش حد اتكلم، كنا باركنا الخطوه دي. ولكن احنا اتكلمنا على ان انت كنت بتطلع على في برامج على الهواء على الهواء مباشره وتتكلم بطريقه غير صحيحه عن لعيبه النادي الاهلي. فازاي تمسك منتخب مصر؟ ده انتوا خليتوا الناس كلها عندها احباط من اللي حصل من منتخب مصر. انا نفسي اعرف هو فيتوريا كان بيتناقش مع كابتن ايمن ازاي فنيا، يعني لما يجي يتكلم معاه في طريقه لعب او تكتيك، كان كابتن ايمن بيقول له مفيش حاجه اسمها تكتيك ومفيش حاجه اسمها بلان ولا خطه ولا تكتيك ولا الكلام ده كله؟ يا كابتن ايمن انت بعد التصريح اللي انت قلته ده مصر كلها استريحت. تخيل انت ريحت مصر كلها، لان كلنا كنا عارفين ان احنا عندنا فريق كويس جدا، ولكن وكنا ايه ما بين ان فيتوريا كويس ولا وحش. ده احنا عرفنا ان فيتوريا هو السبب الرئيسي في ان احنا خرجنا من بطولة الامم الافريقية،
وان المساعدين اللي معاه وحضرتك منهم كنتوا سبب رئيسي في خروج منتخب مصر بهذه المهانه. وبعدين ما تزعلش مني يا كابتن ايمن، هو ازاي حضرتك تطلع بعد الخروج من بطوله يتقال لك هو صلاح افضل ولا تريزيجيه تقول مين؟ انا بصراحه ما شفتهاش مع حد ابدا، والله ما شفتها مع حد ابدا. شطاره من المذيع طبعا، من مهيب هايل، لكن لما تبقى لعيب سابق حاجه ولما تبقى رجل مسؤول ولسه ماشي من مسؤوليه زي منتخب مصر، ما ينفعش تطلع مع تتكلم على اللعيبه بهذا الشكل. انا اعرف ناس كتيره جدا مشيت من النادي الاهلي ومشيت ايه وهي زعلانه ومتضايقه، لكن ما فيش كلمه تكلمها. ونفس الكلام في النادي الزمالك، ونفس الكلام في النادي الاسماعيلي. ما في مدرب يا جماعه يطلع يتكلم على لعيبته بهذا الشكل، مين شاط ضرب الجزاء ومين ما شاطش ضرب الجزاء ومين عمل ايه ومين ما عملش ايه، وبيخيروك مثلا ما بين رمضان صبحي وكهربا. اساسا الخيار ده خيار خاطئ، رمضان بيلعب ناحيه الشمال وكهربا بيلعب راس حربه. فتطلع حضرتك المفروض ده يبقى ردك، يعني ما اعرفش، تطلع تقول رمضان صبحي. طيب بما ان حضرتك اخترت رمضان صبحي، طالع تختار اي حد بعيد عن النادي الاهلي ليه؟ ولا عشان حسابات شخصيه؟ والله العظيم ثلاثة وانا قاعد بتفرج امبارح مش مصدق اللي بيتقال، والله ما مصدق اللي بيتقال من الناحية الفنية، من الناحية الإنسانية، من الناحية كأصدقاء. يعني أنا كان نفسي يكون معايا رقم أيمن أكلمه، وكابتن أيمن أكلمه أقول لك أيمن إزاي بتقول الكلام ده؟ إزاي طالع تقول الكلام ده على الهوا؟ ما يصحش إن أنت تطلع تقول مثل هذا الكلام. الناس زعلانة ومتضايقة جدا من الكلام اللي أنت قلته. عيب يا كابتن أيمن إن أنت تبين. على فكرة أنا ممكن أطلع من قناة النادي الأهلي أروح قناة أخرى أقول في مصر كلها زي ما قلت قبل كده وبيتقال إن أنا قلت إن أنا في أي قناة، أنا راجل أهلاوي وبحب النادي الأهلي وبعشق النادي الأهلي. ولكن هو لما الواحد بيتحط في مسؤولية أخرى بعيدا عن النادي الأهلي بيعمل إيه؟ بيحاول يؤدي عمله بيحيد كل الأمور، وبيحاول أن يؤدي عمله كما يجب أن يكون. منتخب مصر كمان بقى، يعني تخيل حضرتك الواحد لو مدرب في منتخب مصر، أنا الحمد لله ماليش في سكه التدريب دي يعني، بس انا بقول لو الواحد مدرب في منتخب مصر هل انا كنت هروح اشوف زيزو؟ بالعكس، انا بحب زيزو جدا جدا. هذه القناه وفي هذا البرنامج كلنا الحقيقه النهارده واحنا بنتكلم قلنا، يعني هنقول في وسط كلامنا، الف سلامه للونش، ألف سلامة لواحد من اللاعبين المحترمين في نادي الزمالك. هي دي العلاقة يا كابتن أيمن، مش العلاقة إن أنت عشان زملكاوي نطلع نهد فيك ولا ننتقد فيك. إحنا بننتقدك على حاجات أنت عملتها، مش بننتقدك لمجرد الانتقاد. ولو كابتن عبد الحميد بسيوني هو اللي كان مكانك، أنا شخصياً كنت هطلع أسقف لكابتن كابتن بسيوني، رجل محترم عمره ما اتكلم بكلمة كويسة بينتقد أداء النادي الأهلي، بينتقد أداء النادي الأهلي هو وغيره وغيره وغيره، ولكن عمره ما كان بيشتم في لعيبة ولا على الهوى، وبعدين يتعامل معاهم بعد كده. اللعيبة كلها ما كانتش عايزة تتعامل معاك، أنا بس مش عايز أتكلم في حاجات ما ينفعش أتكلم فيها. فعيب يا كابتن أيمن، أتمنى أن أنت تعتذر عن هذه الكلمات اللي أساءت ليك قبل ما تسيء لأي حد آخر. اعتذر يا كابتن عن هذه الكلمات او ما تعتذرش، انت حر. انا يعني انا بقول لك لكن اللي بيحصل ده الحمد لله، الحمد لله اصبح لدينا سبب ماسكينه وشايفينه وعارفينه لماذا خرجت مصر بهذا الشكل المهين من دور ال 16، لان عندنا عقليات زي كابتن ايمن. عقليات بتقول لنا ان مفيش خطط ومفيش حاجة اسمها 4-2-3-1 ومفيش حاجة اسمها 4-3، أمال احنا بندرس ايه؟ الناس بتدرس، مش أنا، الناس المدربين بيدرسوا ايه؟ 10%؟ 10% ازاي يا كابتن أيمن؟ يعني كلام غريب جدا. والله اللي بيحصل ده خلاني أحلم وأقول ارجع بينا يا زمن قبل كأس الأمم الأفريقية والأحداث تتغير،
يمكن الكابوس دي يتشال يكون مش حقيقي. أحداث عفوا سوداوية وغريبة وغامضة عشناها في الفترة اللي فاتت، ولكن الحمد لله الأمور بتتضح مرة ورا مرة ورا مرة. أتمنى أن الزمن يرجع بينا للخلف عشان أغير كل هذه الأمور. عيب يا جماعة والله. الحمد لله العلاقات في أفضل ما يكون ما بين الأهلي والزمالك، ومن المفترض أن تظل العلاقات بهذا الشكل، ولكن الصراع في الصفقات، صراع في الملعب، صراع هنا صراع هنا، ده طبيعي جدا. لكن الحمد لله الأمور بشكل عام أمور جيدة، وده اللي المفروض يجب أن يكون. خلونا في أن احنا نزق بلدنا شوية ونفضل في ظهر بلدنا، لكن أن يخرج المدرب أو مدرب المساعد لمنتخب مصر ويتكلم بهذه الكيفية، أعتقد أن الكلام اللي حصل ده يجب أن يتم الحساب عليه. إزاي أنا معرفش، كابتن أيمن مش في مسؤولية الآن، ولكن اللي أنا عارفه أن أيمن كان يعني كان بيتكلم كويس عن كده أكتر من كده 100 مرة. معرفش إيه اللي حصل له وإزاي يطلع يتكلم في أسرار فريق كمان، يعني دي حاجة تانية. يعني أنا لو مدرب وعندي مشاكل هنا ولا مشاكل هنا، أطلع أتكلم بعد ما أمشي من التدريب الفرقة، أطلع أتكلم على الفريق وأطلع أختار ما بين ده وما بين ده وما بين ده. طب يا أخي اصبر سنة كده وبعد كده أطلع أتكلم وقول اللي أنت عايزه. لكن أن ثلاث أربع أيام أنت بتزيد الطين بلة على الناس اللي موجودة، تخبط ورؤية غير واضحة لاتحاد كرة القدم مع المنتخبات الوطنية. ده تقريرنا، نطلع نشوف ونرجع نكمل. عدم التخطيط الصحيح لاتحاد كرة القدم المصري الذي يترك الأمور إلى المصادفة حتى أصبحت التخبطات هي القاسم المشترك لعمل الاتحاد، والتي أصبحت علامات فارقة فيه لا بد منها، وهو ما ولد حالة عامة من الاستياء عند عشاق كرة القدم على اختلاف مسمياتهم، وجعلهم لا يعرفون الاستقرار النفسي. منذ أن تشكل الاتحاد المصري لكرة القدم الحالي في 5 يناير عام 2022، لم تحقق اللعبة الشعبية الأولى في مصر أي شيء يذكر، بعد الإخفاق في العديد من البطولات القارية على مستوى المنتخبات الوطنية المختلفة، كان آخرها الخروج المبكر من كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار بعد الخسارة من منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح. فبعد رحيل كارلوس كيروش تم إسناد المهمة للمدرب الوطني إيهاب جلال في إبريل عام 2022، ليرحل بعد ذلك في يونيو من نفس العام بعد 3 مباريات فقط. بعدها عاد الاتحاد للمدرسة البرتغالية، وهنا تم تعيين روي فيتوريا لقيادة المنتخب الوطني في يوليو 2022، ليوقع على عقد مدته 4 سنوات لقيادة الفراعنة إلى مونديال 2026. على المستوى الرسمي حقق الفراعنة الفوز في مبارتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026 على كل من جيبوتي بسداسية وسيراليون بثنائية. في أمم إفريقيا قاد فيتوريا الفراعنة في 4 مباريات، تعادل في جميعها في دور المجموعات أمام منتخبات موزمبيق وغانا وكاب فيردي بنتيجة واحدة وهي بهدفين، ليتأهل وصيفا للمجموعة الثانية، ثم مواجهة نظيره الكونغولي ويخسر بركلات الترجيح ليودع رسميا البطولة مبكرا. اضطرابات في اتخاذ القرارات وصدام مع المدربين وعدم التمسك بهم، رغم أن هناك من حقق نجاحات مع منتخبنا الوطني، كذلك التدخل في اختيارات قائمة اللاعبين، تخبط يعيشه اتحاد الكرة في التنظيم والاختيارات يقضي على أي أمل بتطوير كرتنا وعدم مواكبة التطور، وعدم تحقيق الانتصارات إلا بالحظ أو بجهود فردية، لنكون بعيدين عن كل ما يمت للعلم والمنطق بصلة. معلش أرجو أن أنتم تعذروني الحقيقة على النرفزة اللي الواحد فيها، ولكن الحقيقة من امبارح للنهاردة وأنا نفسي أخرج وأطلع أتكلم مع حضراتكم على هذه الأمور، لأنه ياما سمعنا وياما شفنا وياما مدربين مشيت من فرق وياما مدربين مشيت من منتخبات، ولكن عمرنا ما سمعنا حد بيتكلم على المنتخب، خصوصا لما يبقى منتخب مصر. منتخب مصر، حد بيتكلم على منتخب مصر بهذا الشكل؟ قد إيه عرفنا أن إحنا كنا صح لما كنا بنتكلم عن أن هو ما يجبش أن يكون موجود في أو له دور مع منتخب مصر
في زملكاوية كتيرة جدا على فكرة كانوا موجودين مع المنتخبات المختلفة ولم يحدث أي شيء. وبعدين يقول لك شيتوس، شيتوس ده شيتوس يا عيني بقاله من ساعة ما مسك المنتخب اللي ماسكه 2005 لغاية دلوقتي وهو كل يوم بيحصل معاه إيه؟ محمد شوقي كان بيتعلم الراجل، شوف كيروش كان بيقول إيه على محمد شوقي. لكن للأسف الشديد حوار خارج السياق، خارج السياق تماما بالنسبة لكابتن أيمن عبد العزيز امبارح. ولكن تمام يعني مش هقدر أقول أكتر من كلمة إنه أخيرا عرفنا هو ليه مصر خرجت من كأس الأمم الإفريقية في دور الـ16. وبالعكس ده احنا دلوقتي وبعد اللي سمعته امبارح حمدت ربنا تماما إن احنا وصلنا لدور الـ16. خلينا ننتقل للأهلي. الأهلي وكولر، كولر النهاردة كان بيقود التدريبات لتجهيز مجموعة اللاعبين الدوليين في ظل منح باقي اللاعبين راحة. زي ما حضراتكم عارفين احنا الفترة اللي فاتت كان عندنا يعني مع مجموعة اللاعبين اللي موجودين مجموعة اللاعبة الدوليين اللي راجعين بقالهم كتير واخدين او بعد ما رجعوا وخروجنا من كأس الأمم الأفريقية، فكولر اداهم اجازة لانهم الحقيقة كانوا ما خدوش اجازة ورجعوا اول يوم امبارح والنهاردة تاني يوم. فكولر اشرف بنفسه على فقرات خططية و انضم لهذه الفقرات. إليو ديانج الحقيقة اللي فضل المشاركة في التدريبات عقب عودته مباشرة بدون أي أجازة. طبعا الفريق زي ما حضراتكم عارفين بيستعد لمواجهة شباب بلوزداد يوم الجمعة القادم، الجمعة القادم مش اللي هو بكرة يعني اللي بعده، أولى المباريات وأولى المواجهات ويعود النادي الأهلي. كلنا مشتاقين للنادي الأهلي، كلنا عايزين النادي الأهلي، كلنا عايزين نتفرج على النادي الأهلي. ما اتفرجناش على النادي الأهلي الفترة اللي فاتت إلا من خلال قناة النادي الأهلي في المباراتين الوديتين، ولكن عايزين بقى نشوف النادي الأهلي في المباريات الرسمية، وعايزين نشوف النادي الأهلي الفترة القادمة. كلنا ننتظر، كلنا شوق، كلنا نفسنا نشوف لعيبة النادي الأهلي، نفسنا نشوف المواسم اللاعبين الجدد، نفسنا نشوف عمر كمال، وسام إن شاء الله لما يرجع بين الإصابة، عايزين نشوف رضا سليم لما رجع ايضا من الاصابه، مودست وتالقه خلال الفتره السابقه، كل اللاعب طاهر محمد طاهر والشغل اللي عامله، محمد عبد المنعم وهزاره مع كولر، كل الناس الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين عايزين نشوفهم وعايزين نطمن عليهم، وان شاء الله نطمن عليهم في اولى المباريات شباب بلوزداد، ويستطيع النادي الاهلي ان يفوز في هذه المباراه، ويعني نرجع بقى بشكل طبيعي جدا بدون وقفات وبدون اي شيء ان شاء الله ربنا يكرمنا. لو اتكلمنا عن التاريخ ومواجهات النادي الاهلي مع شباب بلوزداد في دوري ابطال افريقيا، يمكن دايما بيقع حظنا في فرق شمال افريقيا كتير، مش دايما الفرقتين اتقابلوا 3 مرات، الاهلي فاز في مرتين والمباراه الثالثه انتهت بالتعادل. الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين المباريات والتمرين الحقيقة كمان يعني بيغلب عليه التمرين طابع المحبة والشو، الناس كلها طبعا خلي بالك كرة القدم في الأساس بتعتمد على النفسية. النفسية عندما تكون جيدة سواء من بيتك من مفروض ان انت تفصل يعني، ولكن في الآخر انا واحد من الناس كنت احب اشم ريحة النجيلة، والله كنت احب اشم ريحه النجيله واشوف ريحه النجيله دي عامله ازاي، مش انا لوحدي، كل لعيبه الكوره. كابتن خطيب لما تيجي تتكلم معاه يقول لك يا ابني الحاجه الوحيده اللي مش هتعرف ترجع تعملها تاني هي ان انت تلعب كوره. فعلا احنا ما كنت قاعد مع زملائي واصدقائي كنت دايما يقول لك يقولوا لي نفسك تعمل ايه يا اسلام، اقول لهم انا نفسي العب ماتش رسمي، ارجع العب زي زمان، العب بقى باك رايت ويبقى الضغط عليك وتيجي ترفع اوفر يطلع وحش، الناس تقول لك يا عم اسلام ما ترفع الاوفر عدل، طب ما ترفع الاوفر عدل وابو تريكه يجيب الجول تلاقي الناس كلها راحت سقفت لابو تريكه، طب والراجل اللي رفع الاوفر. نفسنا نرجع للايام الجميله واللطيفه والحلوه دي، كانت بتبقى الواحد بيفكر دايما في كره القدم. فاللعيبه دي عندها ضغط كبير وكده، ولكن لما تاخد اجازه وتبعد 4 5 ايام تلاقيهم لما يرجعوا بيبقوا مشتاقين. زي ما حضرتك هات لنا التمرين تاني يا طمانيه معلش بعد اذنك، واحنا شغالين بص التمرين حضرتك ونزله اللعيبه وامام شاف اليو ديانج فبيعمل له كده بالسله هيجيبها لكم دلوقتي، ومحمد عبد المنعم بيهزر مع كولر وبيسلم عليه من فوق وهكذا. هي دي الروح. الزنفولي بدا تمرينه مع مجموعه الشباب اللي موجودين حمزه ومصطفى مخلوف الاثنين لغايه لما مصطفى يرجع من اجازته، وزي ما حضراتكم شايفين التمرين ده كان مقتصر على اللاعبين الدوليين، اما بقيه اللاعبين واخدين اجازه.
اللي فيه عمر واللي فيه امام واللي فيه ياسر ابراهيم ومجموعه اللاعبين كلهم موجودين زي ما حضراتكم شايفين، الضحك والهزار، اللعيبه عايزه ترجع، عايزه تتبسط، عايزه ترجع تشوف النادي الاهلي او ترجع تشوف جمهور النادي الاهلي مره اخرى. اتمنى في اول مباراه لينا ان شاء الله على ملعب على اي ملعب او ملعب استاد القاهره ان شاء الله، اتمنى ان يسمح لكل بسعه الاستاد كامله، اتمنى في اي مباراه افريقيه قادمه، لانه انا عايز وسام ابو علي يشوف جمهور الاهلي في المدرجات عامل ازاي ويحس بجمهور الاهلي، عايز امام عاشور، عايز اللعيبه ترجع تشوف جمهور النادي الاهلي مره تانية في المدرجات، كل ده بيفرق معاهم كتير قوي، خلي بال حضراتكم كل ده بيفرق مع اللعيبه جامد جدا جدا جدا. اللعيبه دي مستنيه دورها، مستنيه ترجع وتعود وسط جمهور النادي الاهلي في وسط او خضم المباريات خلال الفتره اللي جايه، عندنا عدد كبير جدا من المباريات خلال الفتره اللي جايه، نتمنى ان شاء الله انه نقدر في كل البطولات اللي بندخل فيها ان احنا نفوز فيها وربنا يكرمنا. خلونا نطلع نشوف عن تقرير عن تاريخ مواجهات النادي الاهلي وشباب بلوزداد او الانديه الجزائريه بشكل عام، ودائما التاريخ ينحاز للمارد الاحمر امام شباب بلوزداد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. قبل ما اخد التقرير الاخبار، يعني الناس عماله تبعت لي تقول لي اسلام ما تنرفزش نفسك وما تزعلش، ولكن في موضوع فيما يخص الكلام عن المنتخب والكلام عن اللي احنا سمعناه امبارح من كابتن ايمن عبد العزيز، الحقيقه اكتر حاجه مزعلاني انه ازاي ممكن حد يطلع يتكلم على لاعبين كان معاهم من اربع خمس ايام او من اسبوع او من اسبوعين. كان نفسي ان هو يعني يتكلم بطريقه افضل من كده على اللاعبين، او حتى ما يبانش لما يجي لك اختيار ما بين ان انت تختار صلاح ولا تريزيجيه، مش هقول حد من الاهلي وحد من الزمالك لانه كانت واضحه جدا، لكن لما تيجي تختار ما بين صلاح وتريزيجيه او كان مرموش وتريزيجيه واضحه ما ينفعش تختار ما بين الاثنين. يعني انا بحب تريزيجيه جدا 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 جدا، ولكن لو اتحطيت في مقارنه ما بين الاثنين عمري ما هختار مرموش ولا تريزيجيه، عمري ما هعرف اختار، لانه لو انا مدرب منتخب مصر استحاله هطلع اقول مين. فالناس عماله تقول لي احنا كمان متنرفزين، احنا كمان زعلانين، احنا كمان، وخلي بالك اللي بيبعت لي الكلام ده مش اهلاويه بس، مش اهلاويه بس اللي بيبعتوا لي الكلام ده، ما دي الحاجه الوحيده اللي مخليه الواحد مبسوط من امبارح، لانه ناس كتيرة جدا حتى مش أهلوية زعلانين جدا 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 من طريقة الكلام اللي اتعملت امبارح، لأنه الكلام في مجمله كان بيحاول دائما أن يخرج، بحاول أخرج نفسي وأعمل قصة ما بين الأهلي والزمالك، وعمرها ما كانت كده، أو عمرها يا كانت في سنة ولا سنتين الدنيا كده أو أكتر شوية، لكن دايما لما كنت اسال كابتن خطيب اقول له كابتن يعني احنا الفتره دي، قال لي الدنيا ما كان دايما يقول لي كده الحق دايما هينتصر ما تقلقش، الصوت العالي ده بيدوم وقت معين وخلاص، لكن ربنا دايما صاحب الخير فالخير دايما بينتصر وهو ده الصح. لكن هل ده معنى الكلام اللي انا بقوله برضه عشان الناس بتسال، هل ده معنى ان انا اسيب لك كذا واعمل لك؟ ما فيش الكلام ده يا جماعه. الصراعات الرياضية ستظل دائما داخل الملعب، الصراعات ما بين أهلي وزمالك يعني، الصراعات الرياضية ستظل دائما، صراعات الصفقات ستظل دائما موجودة ما بين الأهلي والزمالك لغاية آخر العمر، ولكن الاحترام المتبادل. لما الاقي مجلس إدارة نادي الزمالك كله برئاسة الأستاذ كابتن حسين لبيب لغاية أصغر واحد في أعضاء مجلس الإدارة موجود في عزاء الوزير العامري فاروق، لازم حاجه يجب ان تحترم. لما نلاقي ان النادي الاهلي بيبعت برقيه عزاء في وفاه واحده من بنات السله في النادي الزمالك، في مثل هذه الامور يجب ان نحترم مثل هذه الامور، او هو ده الطبيعي، انا اسف هي دي مش حاجه المفروض تكون بالنسبه لنا حاجه جديده، لا ده الطبيعي اللي بيحصل ما بين الانديه الكبيره، اهلي زمالك اسماعيلي اتحاد، الانديه الكبيره دي كلها لها جماهيرها بينها وبين بعض. عايز تعرف يعني ايه اهلي وزمالك؟ اسمع كابتن حلمي طولان وهو بيتكلم عن النادي الاهلي. اسمع كابتن محمود الخطيب وهو بيتكلم عن نادي الزمالك. هتعرف يعني ايه اهلي وزمالك، اسمع كابتن ابو رجيله ربنا يديله الصحه
بيسمع بيتكلم عن النادي الاهلي ازاي؟ هل ده معناه ان هو ما بيحبش الزمالك؟ يعني لا ابدا ابدا. ولكن للاسف يا كابتن ايمن انت اللي وصلت نفسك لكده. شوف كابتن ماهر همام، ماهر همام ده نجم كبير جدا جدا في عالم كره القدم الاهلاويه المصريه والاهلاويه، شوفوا بيتكلم ازاي على الزمالك. شوف كابتن حسن شحاته بيتكلم ازاي على الاهلي. انا اقدر اجيب لك امثله كثيره جدا جدا. هي دي الامثله اللي احنا عايزين نبص عليها، هذه هي الحقيقه اللي دائما يجب ان تكون امام اعيننا. وبعدين هي فكره منتخب مصر دي حاجه جديده يعني؟ كابتن ايمن من الناس اللي كانت دايما موجوده في منتخب مصر وكان له دور كبير مع منتخب مصر، لكن عمرنا انا شخصيا لما كنت موجود مع منتخب مصر عمري ما سمعت عن اهلي وزمالك. عمري ما سمعت، انا قعدت 10 سنين موجود في منتخب مصر، عمري ما سمعت كان الاهلاويه مع الزملكاويه مع الاسماعيلاويه، ما كانش الواحد لسه لعب في الاهلي ولا، فما كنت تيجي تتكلم، لا بالعكس كلنا اخوات وكلنا منتخب مصر. منتخب مصر. بعيدا عن كل حاجه. شوفوا الاوض اللي بيقعد فيها مين مع بعض. انا بس في حاجات، لكن للاسف الشديد مثل هذه الامور هي اللي بتخلي الناس تتضايق. لكن الحمد لله ان احنا عندنا امثله، ربنا يديهم الصحه، والكابتن ابو رجيله، كابتن حسن، كابتن حتى من الامثله الولاد او الشباب اللي قدنا اللي قدي، مش شباب يعني المتوسط السن يعني اللي قدي او اللي اكبر مني شويه، كابتن سامي الشيشيني، كابتن بسيوني قدي، مجموعه ناس محترمه معروف ان هم زملكاويه ولكن بيتكلموا عن النادي الاهلي ازاي؟ كابتن فاروق جعفر بيتكلم عن النادي الاهلي ازاي؟ حقيقة حاجة يعني أنا زعلت جدا 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 من الكلام اللي أنا سمعته امبارح، لأنه كلام غير صحيح وكان لا يجب أن يحدث. لكن هذه هي الحقيقة وهو ده اللي حصل امبارح. أتمنى إن هو يعني ما يحصلش مرة تانية خلال الفترة القادمة. برضو من ضمن الحاجات اللي أنا يعني آخر حاجة، بس أنا آسف، في موضوع أيمن عبد العزيز، كابتن أيمن عبد العزيز. كابتن أيمن عبد العزيز كان مهيب بيسأله في حاجة، راح قال له بس أصل المفروض سيد معوض ما يطلعش يتكلم كده عن كابتن. سيد معوض من الناس المحترمة جدا جدا، وعلاقته كبيرة جدا بكابتن محمد بركات، بعيدا بقى عن ده عضو مجلس إدارة وده كذا وده كان واعد مين بإيه وده والكلام اللي حضراتكم، بعيدا عن كل هذه الأمور صدقوني أنا اللي بقول لحضراتكم يعني الكلام ده أنا مسؤول عنه تماما. كابتن محمد بركات بيحب سيد معوض جدا، وكابتن سيد معوض بيحب محمد بركات جدا، وبيحترموا بعض جدا. قد تكون نرفزة من ده أو من ده، ولكن في النهاية هي أمور هتعدي صدقوني، كل هذه الأمور بتعدي، وتظل دائما الصداقة والحب موجود ما بين الجميع. وهتشوفوا الكلام ده يعني إن شاء الله ربنا يقدرنا قريب نقدر نعمل حاجة في مثل هذه الأمور. أنا بس بتكلم في كذا حاجة لأنه الحاجات دي بتؤثر في العلاقات ما بين الناس. عموما كفاية كلام بقى عن هذا الأمر، خلينا نطلع نشوف فقرة الأخبار، أخبارنا البيت الكبير، هنطلع نشوف آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية، ومن بعد كده فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن عادل طعيمة في ضيافة البيت الكبير. قاد المدير الفني للمارد الأحمر مارسيل كولر مرانا قويا لمجموعة من اللاعبين الدوليين على ملعب مختار التتش صباح اليوم، واقتصر المران على اللاعبين الدوليين في الوقت الذي منح فيه الجهاز الفني راحة لبقية اللاعبين ضمن البرنامج التدريبي الخاص بالفترة المقبلة. سلطت الصحف العالمية الضوء على قرار اتحاد كرة القدم بتعيين الكابتن حسام حسن مديرا فنيا لمنتخبنا الوطني، وذكر موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي قائلا مصر تعين الهداف التاريخي كمدير فني للفراعنة، فيما نشر موقع غانا سوكر في تقرير مطول تحت عنوان أسطورة مصر حسام حسن مديرا فنيا، فيما عنونت شبكة ESPN مصر تعين حسام حسن كمدير فني وتوأمه كمدير للمنتخب.
حجز منتخب قطر مقعده في نهائي كأس آسيا للنسخة الثانية على التوالي على حساب نظيره الإيراني في نصف النهائي، ليضرب موعدا مع منتخب الأردن يوم السبت المقبل في نهائي البطولة والذي سيكون عربيا خالصا. كشف المدرب البرتغالي لويس كاسترو مدرب فريق النصر السعودي عن جاهزية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمواجهة الهلال في كأس موسم الرياض يوم غد الخميس، مشيرا إلى أن المباراة مهمة جدا وأشبه بالديربي وأن التفكير منصب على تحقيق الانتصار. أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم تجديد الثقة في المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر وجهازه المعاون حتى نهاية التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ليستمر في قيادة منتخب سوريا خلال المرحلة المقبلة. يأتي ذلك بعد قيادة كوبر لنسور قاسيون للتأهل لدور 16 لأول مرة في تاريخ كأس آسيا 2023. كشفت تقارير صحفية أن هناك 600 مدرب تقدموا بسيارهم الذاتية لتدريب منتخب غانا بعد إقالة المدرب الأيرلندي كريس هايتون بعد خروج منتخب البلاك ستارز من بطولة كأس أمم إفريقيا من دور المجموعات. وقام اتحاد كرة القدم الغاني بتشكيل لجنة مسؤولة عن اختيار مدرب المنتخب الجديد من بين المرشحين، ووضعوا بعض الشروط التي جاء أبرزها أن يتمتع بخبرة لا تقل عن 15 عاما كمدرب وأن يظهر مهارات انضباطية وتكتيكية قوية. يقضي المهاجم الهولندي الدولي السابق روبن فان بيرسي فترة معايشة مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي تمهيدا لحصوله على رخصة الاتحاد الأوروبي للتدريب استعدادا لانطلاق مشواره الكروي الجديد في عالم التدريب. واعتزل فان بيرسي قائد أرسنال السابق الذي أمضى مواسمه الثلاثة الأخيرة في ملعب أولد ترافورد كرة القدم عن عمر يناهز 35 عاما العام الماضي. كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي بايرن ميونخ الألماني يسعى للتعاقد مع رونالد أراوخو مدافع برشلونة الإسباني في الصيف المقبل. وذكرت التقارير أن البايرن رصد 100 مليون يورو لحسم الصفقة لتدعيم خط دفاع الفريق البافاري. كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا قرر رفع قيمة الجوائز المالية التي تستفيد منها الأندية المشاركة في مسابقة دور أبطال أوروبا كرد فعل على مشروع بطولة السوبر الأوروبي المستحدث الذي يقوده عملاقات دوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة وأندية أخرى، ليكون مجموع قيمة الجوائز 4.8 مليار يورو، أي بزيادة تقدر ب 500 مليون يورو توزع على جميع الأندية نظير بلوغ كل دور من البطولة. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن عادل طعيم. ازيك يا كابتن؟ كابتن اسلام مرحبا حضرتك. ايه الحمد لله والله مشرف ومنور، انت المنور الدنيا. الله يخليك يا كابتن مصر. هبدا برؤيه حضرتك فيما يحدث داخل الاتحاد المصري لكره القدم، واخيرا تعيين كابتن حسام وابراهيم للقياده الفنيه والاداريه لمنتخب مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه ناخذ الموضوع كده من اوله، لما حاجه بتتبني غلط بيصدر عنها اخطاء. طريقه التعاقد مع فيتوريا كانت طريقه خطا، لانه لما يكون عضو مجلس اداره بياخد صلاحيه ان هو اللي يتعاقد مش من خلال لجنه فنيه، وبعدين يمضي العقد هناك في بلده، حاجه غريبه جدا. يعني اي وضع طبيعي في دوله بحجم مصر واتحاد بحجم مصر، المدرب انا بعمل اكتر من سي في وبعدين بشوف يا اما مقابله بالفيديو يا اما اذا استقريت على اثنين ايه المانع ان انا اجيبهم واقعد كلجنه نبص على كل واحد شخصيته ايه، الى جانب طبعا انا جايب السي في بتاعه، درب منتخبات ولا ما دربش، شخصيته ايه، رؤيته ايه، هيعمل ايه، اديني البرامج اللي انت ناوي تنفذها بالنسبه لمنتخب مصر، ايه رؤيتك بالنسبه لافريقيا؟ كل الامور دي اسئله مشروعه انها تتعمل. انما انا عضو مجلس اداره ياخد صلاحيات مجلس اداره ويروح يوقع مع العقد
بدون ما يبقى فيه شؤون قانونية تعمل العقد. يعني أنا أفهم أن الشؤون القانونية لما في عقد مدرب بالرقم الرهيب ده لابد يبقى هناك يعني رجعة، خط رجعة. أنت ما خدتش أفريقيا هيبقى فيه الوضع كذا، كاس عالم هيبقى فيه الوضع كذا، مش هوصل كاس عالم، لا ده أنا عايز أوصل كاس عالم وتوديني دور الستاشر. احنا مش اقل من نيجيريا وغانا والناس اللي هي كانت يعني. فطبعا البدايه كانت خطا ثم تبعها اخطاء قاتله. شخصيه المدرب بتبان من اول يوم، قال مش عايز مدرب الاول، وبعدين بيقال ان عرضوا عليه محمد يوسف قال لا ده خبراته كبيره. خبراته كبيره ما لازم يقعد معاك علشان بعد انت ما تمشي يجي محمد يوسف، انما انا هجيب واحد ما دربش ولا ليه خبره تدريبيه خالص عشان يحضر يتعلم معايا، طب بعدين بعد ما يتعلم هيمسك منتخب مصر؟ كلها خطوات مش مظبوطه. ثم التعاملات مع اللعيبه ومع الانديه، بطلع لعيبه من المعسكر علشان مباراه وديه، وبعدين اروح موقف ثلاث لعيبه علشان انت بتمرنهم بعد المباراه، ثلاث نجوم كبار بتمرنهم بعد المباراه، ايه ده؟ ده ولا انا في لو في اشبال انا مش هعمل كده. مرنهم تاني يوم الصبح، يا اما ما ينفعش قبل يبقى الجمهور موجود ولاقي ثلاث نجوم كبار بيتمرنهم بعد وده طبعا مش حاجه كبيره يعني ان اللعيبه تتمرن بعد المباراه، ولكن لازم اراعي برضو الحته النفسيه للاعب. خدهم يا اخي في الجيم، جريهم بره في اي حته، مرنهم بره في اي حته، بس مش قدام الجمهور وثلاث نجوم كانوا كبار. الوشايه اللي حصلت انه اتقال له، طبعا هو ما كانش موجود، اتقال له ان الناس دي ادعت الاصابه ومشيت، راح الراجل راح متخانق معاهم، متخانق مع اللعيبه. وقيس على كده بقى اخطاء يعني متتاليه، وبعدين يجيب انا راجل باخد رقم وبيتقال ان انا مدرب جامد. طب انت دربت منتخبات؟ ما دربش منتخبات. طيب الحاجه الثانيه، المباريات اللي انت بتختارها، هو انا مش مفروض انا كمدرب في اتحاد كوره باجي كده اروح حاطط السنه اللي انا بتعاقد معاها، بقول انا في التمرينه ديت انا هعمل الاحمال دي، هعمل مباراه بالتدرج، هعمل مباراه هنا مع فريق كذا، فريق كذا ده لازم انا كاتحاد ابقى متفق مع الدول اللي انا هلاعبها قبلها بسنه. الكلام ده بنقوله بقالنا 30 سنه ما بيتعملش او اكتر. طيب البرنامج ده مفروض ان انا يبقى فيه لجنه فنيه او مدير فني يبقى موجود بيناقش المدرب في الامور دي. انا كاتحاد كوره لابد ان يبقى ليا اليد العليا وانا بتعاقد مع مدير فني، مش انا ابقى انا يعني هو اللي بيامرني وهو اللي بيشغلني. ما ينفعش الشخصيه دي تبقى بتقود منتخب مصر بالشكل ده. الحاجه الثانيه، شفنا قبل كده اخر مباراه قبل ما نروح امم افريقيا بنتعاقد مع مباراه مع تنزانيا، انا صعقت. الفريق التنزاني اللي جه لعبنا هنا ما بيطلعش من ال 18، قلت بس ده احنا في المجموعه بقى يعني لما نروح شوف تنزانيا في امم افريقيا هنلاقي حاجه يعني متواضعه جدا. شفنا فريق تاني خالص في امم افريقيا، الله، امال اللي جه ده ايه؟ قبل كده زمان تعاقدوا مع فريق برضو بعض الاتحادات، قالك ده فريق رومانيا الاولمبي، اتضح ان المدرب بينزل يلعب معاهم، جايبينهم لمينهم من على كافيه كده في الامارات تيالي، لكن الماتش كان هنا في مصر. لحد امتى احنا كمسؤولين مش عارفين ان الجمهور ده بيفهم؟ والجمهور ده اسم مصر ده بالنسبه له يعني ممكن ما ياكلش وممكن ما ينامش وممكن اللي في جيبه يدفعه عشان يحضر مباراه. انت حتى في اختياراتك للمباريات، اختياراتك للجهاز، انت متعاقد مع خمسة ستة بيساعدوا فيتوريا، بيشتغلوا بيعملوا ايه؟ بيحللوا لك الماتشات؟ ما شفناش تحليل ماتشات. طيب الراجل اللي انت بتعتمد عليه وكان بيقوم يوجه، امال المدرب العام فين؟ المدرب العام اللي المفروض ان هو بيقف معاك. طيب بنشوف الماتشات في الدوري، اي دوري في اوروبا ودلوقتي في البلاد العربيه بيبقى فيه لابتوب، في ناس محللين بيقيسوا الحاجات دي، وبعدين تلاقي واحد
ما هوش لعيب كرة ولا حاجة، يروح قايم واقف يجيب اللعيب ويقول له أنت هتعمل واحد اثنين ثلاثة، مش المدير الفني بيقول الكلام ده. يا كابتن، إذا كان الكابتن أيمن عبد العزيز امبارح قال إن مفيش حاجة اسمها خطط، مفيش حاجة اسمها بلان، والله هو قال كده باللفظ يعني، مفيش حاجة اسمها 4 2 3 1 ومفيش حاجة اسمها 4 3 3، الكلام اللي بيطلعوا يقولوه المحللين ده أي كلام. فده كان الكابتن أيمن عبد العزيز اللي هو مدرب منتخب مصر. بقول لك قال كده فعلا. الخطأ من البداية في التعاقد، وإن أنا سايب الراجل ده طول الفترة ديت بيتجاوز في كل القرارات ويجامل في ناس بتشغله تقول له طلع فلان، مشي فلان، هات فلان في الجهاز اللي بيساعدك. طبعا كل الامور دي طبعا بينت مدى شخصيته الاداريه وادارته الفنيه. ان انا شفتش مره انه بيطلب يلعب مثلا تيم زي فرنسا، تيم زي البرازيل، زي ما بنشوف كل الدول العربيه والافريقيه على طول في اوروبا بيلعبوا اقوى الانديه في العالم. بقى مصر ما تقدرش تعمل ماتش ده، هي على فكره هيكسبوا فنيا وماديا كويس قوي. فعلى طول تجيب لي تنزانيا، تجيب لي مش عارف يعني، مع احترامي طبعا لل حتى لو تنزانيا اللي لعبت امم افريقيا يا ريت كانت تيجي، كنا يعني تجيب جنوب افريقيا اولاد صغيرين. الله. طبعا الحاجه بقى اللي هي كانت مؤثره جدا علينا كناس بنشتغل في المهنه وكجمهور وكناس مصريين كناس بننتمي للارض الطيبه ديت، الاقي الراجل بيعمل حاجات غريبه جدا. محمد صلاح في خلاف اي واحد في الشارع، محمد صلاح على الطرف اسرع واحد في العالم واحسن لعيب في العالم في المركز ده، العبه في اول مباراه صانع لعب العبه 8 ازاي يعني عشان الاعب زيزو يعني؟ طب ما احنا لعبنا قبل كده احد المباريات في كاس تصفيات كاس عالم وكان هاني وزيزو، والجبهه دي كانت مخترقه لان طبعا زيزو ما بيأديش الواجب الدفاعي وهاني كان بيروح عليه 2 3، ولولا ستر ربنا وفضل يعني فضل ربنا علينا الشناوي شال 3 4 اجوال كان الملعب كلنا شفنا المباراه ديت وقد ايه احنا يعني حسينا بالخطا. طب انت راجل يعني بيتقال ان انت جبته ويعني ما صدق ان انت يعني تنازل انه بيدرب منتخب مصر، تنازل وحط الارقام اللي هو عايزها وما فيش شرط جزائي بالنسبه له لو هو مشي، ايه ده؟ انا عقد بيقول كده؟ وبعدين بقى تبص تلاقي الماتشات عندك في وسط الملعب عندك واحد من افضل اللعيبه جاي من كاس العالم، افضل لاعب وسط في 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 في, في كاس العالم للانديه مروان عطيه، ما تبتديش بيه، ما تلعبوش، تلعب نني. طب منني مصري وبرضه مروان مصري، بس مروان راجع لك جاهز وراجل واقف على رجليه ومعنويا في السماء وجاهز 100%، تقوم انت بتجامل على حساب مين؟ طيب هل انت عملت وجوه جديده واضفتها للمنتخب؟ مفيش. رؤيتك الفنيه، هل التشكيل اللي انت بتلعب بيه انت قاري الفرق الثانيه؟ ما انتش قاريها. تغييراتك ده الماتش الاخراني يا كابتن اسلام عمل حاجات مش في الكوره والله. الراجل يعني في ماتشات ربنا بيكرمك وبعدين بتجيب جول، او انت بيخش فيك جول وبعدين ربنا بيسهل لك وبعدين بتروح جايب الجول التعادل او يعني تعديل النتيجه، لكن انت راجل بتلعب 3 ماتشات بتجيب 3 بونت ويخش فيك 6 جوال او 7 جوال، ده منتخب مصر في حياته ما دخلش فيه الكم ده من الاهداف نتيجة. وبعدين انت بتضيف، مع احترامي طبعا محمود حمادة لعيب على اعلى هايل ممتاز، بس 29 سنة. ما اضيف ولاد من المنتخب الاولمبي، محمود صابر هل في خلاف عليه؟ انا الراجل ده الولد ده انا يعني اشيد بيه جدا، لان الولد ده من الناس اللي في نص الملعب اللي هيبقوا علامة من علامات الكرة المصرية، واتمنى ان هو يكون ليه نصيب في النادي الاهلي. عجب قاطع بيسدد برجل 2، رؤية ملعب على أعلى مستوى. طب ده ما خدوش ليه؟ ما خدش محمد شكري ليه؟ ما خدش الناس من المنتخب الأولمبي ليه؟ ما يعني على الأقل يعني يبقى أنا بجدد علشان 26 كأس عالم، يبقى معايا 3 فئات الخبرات، الشباب الخبرة
أو الشباب الناضج ثم الشباب. زي ما في النادي الأهلي معمول دايما أي فريق عشان ينجح لابد من التكافؤ بين هنا خبرات مثلا تلت وتلت بحيث الخبرات زاد أو أنا عايز أنزل اثنين ثلاثة بيطلعوا الشباب خش الأشبال أو اللي هم في مرحلة الشباب يبتدي يدخل. فطبعا الباله بقى الكبيرة أنه هو يعني عايز ياخد أجازة بعد يعني حتى يعني ما بيرجعش علشان يقول لي اعتذر مثلا يقول لي احني أي حاجة. الراجل بتاع تونس قال لهم أنا العقد بتاعي وهو بياخد مش عارف 10,000 دولار ولا إيه يعني مش المبلغ مش أو مش ده المقياس. بس بعد المباراة وبعد ما طلع قال إيه أنا عادي بيقول أمم أفريقيا إذا ما وصلتش لكذا أنا برا أنا مش لسه أقدم استهالة لا أنا أوكي خلاص برا. الركراكي اللي رابع عالم مش عارف مصيره إيه وده الراجل ده يعني جددوا الثقة في امبارح يعني الركراكي جددوا في ثقة بس قعد فترة يا كابتن لا ما أنا صح قصدي حاجة بس أنا بقول لك امبارح يعني شوف يعني وصل لدرجة فين يعني رابع بعد مثلا أسبوع تقريبا من خروجه أو خروج المغرب يعني تم التجديد ليه يعني هو بعد أسبوع برضو مش عارف زي ما مش عارف تقول. مش عارف إيه. وبعدين حاجة تانية كابتن يعني رسالة للقائمين على الرياضة والاتحاد الكورة 85% من المدربين في كأس أمم أفريقيا كلهم وطنيين. المدرب الوطني دائما وأبدا في المنتخبات طيب عنده الحس يبقى حضرتك مع تعيين كابتن حسام حسن أكيد أوكي. أكيد لأنه يعني أنا من وجهة نظري أي وطني كان هيأدي محمد يوسف حسام إبراهيم أي حد عنده ظهير كروي على أعلى مستوى كلاعب صح. كلاعب وكمدرب ويبقى عنده الخبرات اللي تؤهله أنه هو يوصل للمرحلة اللي كل الجمهور يتمناها صحيح. إنما أنا أجيب خواجة لبجارد من خواجة في حاجة تانية برضو الناس المسؤولة لازم تبقى عارفاها يا كابتن. زمان كنا بنعتمد وخاصة في المنتخبات كلمش على الأندية المعلومة عشان توصلني من أوروبا توصل في قد إيه زمان في وقت طويل 3-4 شهور صحيح. يجي لك كتاب تسافر علشان تشوف دلوقتي في ثانية التليفون عايز إيه بتقول اللي أنت عايزه برشلونة بيتمرن إزاي نعم برشلونه بيتمرن البراعم بيتمرنوا ازاي ينزل لك البرنامج. فانا اجيب خواجه ليه وبعدين اقول ايه كان اتحاد الكوره برضو زمان كان بيطلع المدربين وكان وزاره الشباب بتطلع المدربين هم بداوا يقولوا اهو في البتاع بس قالوا هنطلع اثنين يعني انا كابتن طلعوني انا وحسن شحاته انا عارف كانوا كنتوا اثنين بس فانا كابتن لا والكابتن اسناوي في ثلاثه يعني طب والله كويس يعني عندنا البرازيل وبعدين برضو السيد الوزير بتاع الاسماعيليه منعم عماره قال احسن 11 مدرب يطلعوا المانيا وكان الكابتن مصطفى عبده كان مدير مكتبه في الوقت ده الحته دي 11 طلعوا على اخر يوم حصل يعني بس كان في الاساس ان 11 في الاساس خلاص باسبورات وكل حاجه بس لا دكتور عبد المنعم عماره كان سابق الحقيقه اللي سابق برضو كمان كان نادي الاهلي على طول طلعني المانيا المانيا مرتين ثلاثه وكان مطلعني البرازيل سنه 88 ثاني فانا ليه المدربين الوطنيين فرنسا متقدمين جدا في الكور اسبانيا ما ابعت يا اخي المدربين بدل ما ياخد الرخصه ايه طيب ياخدها بس يروح يعمل معايشه مع الانديه ومش هتكلفني حاجه والله المرتب بتاع فيتوريا يخلي 10 سنين مدربين يروحوا يعملوا معايشه ويرجعوا ويبقوا افضل من فيتوريا طبعا اللي انا بتمناه نحب مصر شويه نخاف على اموال مصر شويه طيب بمناسبه حب مصر قرارات عشوائيه واضحه من اتحاد كره القدم المصري باختيارهم لكابتن محمد يوسف وقرار بانه سيكون مدربا عاما في جهاز فني يقوده مدير فني اجنبي بعدها بأقل من 72 ساعة بعيدا عن أن كابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم يستحقوا أن هم يكونوا متواجدين أنا هنا بتكلم عن التضارب وعدم الرؤية وعدم الوضوح في قرارات اتحاد كرة القدم المصري بلاش كل ده الشكل الإنساني الشكل الاحترافي الشكل الاحترام كابتن محمد يوسف ده رجل اسم كبير جدا في عالم كرة القدم إزاي تطلع قرار رسمي
على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، أقدم اتحاد في أفريقيا، تقول فيه إنه القرار بكذا كذا كذا كذا، بعدها بقالي 72 ساعة يتم تغيير القرار. دي حاجة غريبة نتيجة إن أنا قرارات عشوائية، لأن أنا ما عنديش من الخبرات في الإدارة، يعني مش عايز أخوض في الحتة ديت، لكن الخبرات الإدارية الناس اللي موجودة مع احترامي ليهم كأشخاص، لكن أنا ما مرش عليا التجارب اللي تسمح لي إن أنا علشان أختار مدير فني وأخذ قرار لابد يبقى فيه دراسة ودراسة وافية. صحيح. علشان وبعدين يبقى عندي زي ما هو يعني اتعامل دلوقتي والكابتن علاء نبيل جايبينه مدير فني للاتحاد، يديله صلاحيات ان انا بقى يبقى الراجل ده مسؤول عن سيفيهات لحق العالم كله، بس يديله الصلاحيات اللي هو عايزها، يعني دي الاهم، الصلاحيات اللي هو عايزها واللي احنا عايزينها، او اللي اسم المدير الفني للمنتخب، سوري، اسم المدير الفني لاتحاد كره القدم المصري وظيفته ايه الجوب ديسكريبشن. انا رايي والله يا كابتن عادل، كويس حضرتك فتحت الامر ده، انا رايي يجيب المدير الفني، انا كمجلس اداره الاتحاد يعني استاذ جمال علام وبقيه اعضاء المجلس اللي موجودين يقعدوا مع بعض يعملوا اسمها كده جوب ديسكريبشن، وصف للاداء الوظيفي للاداره الفنيه او المدير الفني للاتحاد المصري لكره القدم. احنا محتاجين منه الهدف الاول واحد، الهدف الثاني الهدف النمره 2 3 3 4 5 6 اتفضل يا كابتن علاء، ده اللي احنا بنتوافق عليه، حضرتك موافق؟ يقول لهم او لا، طب حطوا زودوا كذا، قللوا كذا، اعملوا كذا، لغايه ما يتم التوافق على شكل الجوب ديسكريبشن بتاع المدير الفني للاتحاد، ويطلع متحدث باسم الاتحاد يتكلم في هذا الامر. يا جماعه احنا الجوب ديسكريبشن بتاع الكابتن علاء 1 2 3. هل الكابتن علاء تدخل مثلا في اللي انا عارفه ان هو لم يتدخل، كان موجود ولكن لم يتدخل اطلاقا في اي شيء يخص مدرب منتخب مصر مثلا؟ يعني ما زال الكابتن محمود سعد قبليه كان القرارات بتتاخد هو ملوش دعوه بيها برضه، تعيين مدربين، امال ايه كل ماشي واحد. يا كابتن على فكره قد يكون مقبول، بمعنى ايه؟ ان انا اقول لك انت هتيجي مالكش دعوه مثلا هو طبعا ده شيء اساسي، ولكن انا مش عارف اقول ايه، لكن ممكن يكون الاتفاق بين الاتحاد وما بين ان انت تمسك المنتخبات كلها ما عدا المنتخب الاول مثلا، يعني ما انا جايبه ليه؟ ما انا جايب مدير المنتخبات فني كلها، جايب مدير فني والمدير الفني ده معاه مجموعه من الخبرات، بحيث ان انا طب في حاجه ثانيه كانت مهمه جدا. فضل. طيب انا دلوقتي كل الاتحادات بتدير الاتحاد الفرنسي، الاتحاد الاسباني، الانجليزي، الالماني، عندهم اكيد مدير فني للاتحاد. طب يجرى حاجه ان انا ابعت اقول ايه مثلا؟ صحيح، على الوظائف بتاعه الراجل ده صحيح، وانا ما عايز اعمل بدله او عايز اعمل حاجه، مش بروح احسن مصنع في العالم اجيبه وانقله عندي علشان اعمل الحاجه ديت واطور بحيث ان انا اعمل اللي يناسبني، او اعمل ما الله ينور عليك ما يتوافق مع الحاله المزاجيه المصريه. اما انا شغلتي ايه؟ انا اتحاد، تعالى المدير الفني موجود في العالم وظيفته 1 2 3 4 صحيح، انقلها تعالى انت هتعمل 1 2 3، انت المسؤول عن المنتخبات مش انت كفرد، والا تبقى العمليه ديكتاتوريه. لا انا كابتن علاء نبيل معاه 3 4 خبرات بينقيهم على اعلى مستوى بحيث ان انا لجنه فنيه. امال ايه لجنه فنيه؟ بس هو بيرقصها طبعا. اللجنه الفنيه ديت بتفصص المدربين، وبعدين المسابقات، انا الشبل عندي لما بيجي يطلع علشان يلعب من الفريق الاول، طب ما نشوف الاتحاد الادبي بيعمل ايه. بيربط نتائج الاشبال بالفريق الاول. ايوه. طب ايه المانع ان انا اعمل حاجه قريبه من دي كلجنه فنيه، بحيث ان انا يبقى عندي باستمرار اهتمام بالناشئين وتصعيد للناشئين. حاجات كلها ممكن جدا تدرس من خلال اللجنه ديت، وبعدين انا كراجل مدير فني للاتحاد قراراتي يا اما امشي. انا صلاحياتي، ايه المانع ان انا كابتن علاء اذا الاتحاد مش موفر له الكلام ده واكيد هو عنده الحاجه ديت، اروح اشوف الدوري الاسباني بيدار ازاي، الراجل المدير الفني صلاحياته ايه، باخدها واكيد هي عنده، لانه برضه راجل عنده من الخبرات ومن التجارب اللي تسمح له انه يقود الحاجه ديت. مع من خلال لجنه، انا صلاحياتي 1 2 3. اتحاد الكوره يا كابتن في اي حته ومجلس اداره في اي حته، حتى بالنسبه للانديه، بيعمل بيرسم سياسه وبيجيب ناس تنفذ. النادي الاهلي بيعمل ايه؟ هل عضو مجلس اداره او الكابتن الخطيب بينزل
يقول لي فلان انت عملت ايه وسويت ايه. لا، في مدير نادي سياسه عامه، انا برسم سياسه وبجيب ناس تنفيذيين بتنفذ السياسه بتاعتي. بقول ان انا عايز اهتم بكذا، 1 2 3 4، وبجيب ناس بتنفذ الكلام ده، مدير كوره، مدير نشاط رياضي وهكذا. وفي الاخر كل سنتين ثلاثه او كل سنه انا بعمل حساب للراجل اللي انا معينه في الحته ديت، مع طبعا المتابعه. هل دي فيها مشكله؟ يعني باستمرار عندنا يعني امور صعبه جدا، ان انا عشان اعين مدير فني مشكله. هو في خلاف يا كابتن اسلام على حسام وابراهيم كلاعبين كاس عالم وعميد عالم واحسن ظهير في العالم وهو لاخره، هو كمنتخب مصر في وسط زمايله كان مؤثر في النادي الاهلي، كم من البطولات كان بيشارك فيها 22 سنه بيقاتل مع النادي الاهلي كلاعب، ثم كمدرب. انا في منتخب الاردن كان بيلعب اورجواي علشان اللي هيكسب فيهم هيروح كاس عالم، وصل منتخب الاردن للمرحله دي. في كاس في كونفدراليه مع النادي المصري، وكانت الايامها النادي المصري امكانيات ما كانتش يعني جامده قوي يعني ولا حاجه، يروح كونفدراليه ويوصل تقريبا للفاينل للسيمي فاينل مره واثنين، ويوصل للسوبر ويتغلب من الاهلي 1-0 في الوقت البدل الاضافي. كل واحد فينا هناك ايجابيات كتيره وهناك بعض السلبيات. السلبيات دي ما احنا بنشوفها في العالم كله. صحيح. في مدربين بيبقى عندهم زي كولر كده، ما بيحبش ان هو يتنرفز لكن واقف على الخط على طول وبيوجه بطريقه هاديه. في مدربين وهم دول اكثر على طول بيبقى في نوع من الحماس وفي نوع من المتابعه ونوع من الجديه. احنا شفنا النهارده مدرب قطر هو بيلعب ايران على طول بيتنطط. طب شفنا الارسنال وهو بيلعب ليفربول، الراجل بيجري، المدرب لما بيجي يجيب جول بيجري سبرنت على بره الملعب علشان جاب جول. يعني ما هو بشر بيدير منظومه علشان المنظومه دي تنجح. ف مش معنى ان انا كلامي ان انا يبقى في تجاوزات. هل حسام ابراهيم على طول في تجاوزات؟ وبعدين انا في مرحله بوصل لمرحله ان انا خلاص، هم حتى اعتقد ان هو هيفتحوا صفحه جديده مع الجميع خلال الفتره اللي جايه، وجهه نظري يعني. وما اعتقدش انه يعمل برضه، لان انا برضه يعني متابع ان يعني هل في مشكله بين حسام ومحمد صلاح؟ استحاله استحاله اي عاقل يعني. هو كان بيقول وجهه نظر في مساله العلاج، لا قال محمد صلاح مثلا لا قدر الله حاجه ولا ما قالش الكلام ده. هو كل اللي هو قاله ان انا بالنسبه للعلاج كان المفروض العلاج يبقى مع منتخب بلده وما يسافرش، ما قالش اعتقد اكتر من كده. ولو حتى مشي ويرجع تاني انا لو مدرب مش هعملها، دي وجهه نظر. انما لم يخطئ، واعتقدش ابدا ابدا لا سلوك محمد صلاح ولا سلوك حسام وابراهيم هيبقى عندهم اي حاجه ممكن تضر منتخب بلدهم. وبالعكس احنا كمصريين دايما ايدينا في ايدين بعض علشان نرفع شأن بلدنا. طيب هنتكلم بقى عن النادي الاهلي وماذا يحدث داخل النادي الاهلي، ولكن نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل تقرير عن اخر استعدادات النادي الاهلي، وبعد كده نرجع نتكلم اكتر عن ما يحدث داخل النادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، عندنا ارتباطات كثيره جدا خلال الفتره القادمه. خلص النادي الاهلي فتره او بعد الدور الاول او بعد قبل بطوله الامم الافريقيه اجازه، ثم بعد الاجازه معسكر، بعد المعسكر رجوع مره اخرى للدوليين واجازه للدوليين ورجوع للدوليين، وبالتالي خلال الفتره القادمه اعتقد ان الارتباط بقى او تواجد كل اللاعبين هيدي حافز اكتر، ده اولا. ثانيا عدد بطولات اكبر ان شاء الله خلال الفتره القادمه. الحمد لله الاصابات كلها الحمد لله في طريقها. تقريبا معظم اللاعبين دلوقتي باستثناء طبعا الشناوي. وسام ابو علي قدامه اسبوع برضه 10 ايام. كان جاله الخلفيه من اسبوع. وسامع انها كانت حاجه خفيفه يعني شك خفيف. لا شك خفيف، انت عارف الخلفيه بتبقى اسبوعين. اصل في بعض الدكاتره دايما يحط نفسه في السيف سايد يعني يقول لك بس خلفيه. لا كابتن خلفيه بتبتقالي اسبوعين على الاقل يعني تيالي. ما هو حسب الشده. في متوسط وفي خفيف وفي ممكن بقى تكون متوسطه بتاع. هو بعد التمرين لما يحس انها شك خفيفه دي اعتقد انه شد خفيف. والا ما كانش كمل التمرين.
اوكي. فدي تاخد لها يعني يخش بقى مختص والاجهزه بقى اللي موجوده في النادي والانترسو الحاجات اللي هي الاجهزه اللي موجوده ديت طبعا ما تاخدش 3 4. انا متفائل ان هو هيخش، لكن برضو في كهرباء وفي مودست، ومودست يعني جايب جولين حلوين قوي في ماتش سموحه وابتدى يخش في الفورمه. الراجل الحقيقه بيشتغل شغل فني راقي، وبيعرف يعني يتعامل مع اللاعبين ويحافظ عليهم. صحيح. اللعيبه اللي جايه من المنتخب 8 أو 9 اللي جايين من المنتخب بيدي لهم الاجازه اللي هي مفروض اي مدرب يعني متحمس او ما بيشتغلش بالمنطق وبالعلم كان قال لك من اول يوم انتوا جيتوا نزلتوا من الطياره تعالوا على طول على التمرين يلا بينا، مش كده؟ اي واحد بقى يعني بيشتغل زي ما بيتقال كده، ما فيش تكتيك ولا في تدريب ولا في حاجه. بالظبط 10% التكتيك ده 10%. اديلهم اسبوع لان عارف ان هو التكتيك 10% يا كابتن. يا كابتن ده هقول لك حاجه، قالوا لنا يعني انتوا كنتوا بتدرسوا ايه يا كابتن في المانيا وفي البرازيل هقول لك حاجه. في سؤال اتقال لنا في البرازيل، قال لك انت ايه احسن حاجه بالنسبه للاعيب الكوره علشان تختار لعيب كوره؟ اللي قال بقى التحمل، واللي قال سرعه، واللي قال مرونه، واللي قال، فكان الرد ايه؟ الراجل اللاعب اللي عنده تكتيك، اهم حاجه في اللاعب ان يبقى عنده التكتيك بتاعه، اهم حاجه، لان السرعه تكتسب بنسبه، القوه، التحمل، المرونه، كل الحاجات دي من خلال التمرين بنعملها، الا التكتيك. لعيب بيتحرك في الملعب طبعا بالاضافه الى ان المدير الفني بيحركه زي ما هو عايز، انت هتلعب في المساحه ديت زي ما بيتقال كده في على السبوره في او الطاقه الحراريه او، ومعايا طبعا جهاز موجود بره بيشوف اللعيب ده انا هتحرك في المساحه ديت كظهير يمين، انت كراس حربه بتتحرك في ماتش انا طالب من راس الحربه ان يتحرك لي ورا الباكين، في مره تانية اقول له لا انت ما تتحركش غير ما بين السردباكين وتتلعب، اسقط وفي واحد تاني هيروح مكانك، كل ماتش على حسب رؤيه المدير الفني من حيث التكتيك، والا اذا ما فيش تكتيك امال هلعب كره ازاي؟ صحيح. هلعبها ازاي؟ طب انا هخترق المدافع الفريق اللي بينافس معايا هخترقه ازاي او هادي عليه ازاي اذا ما كانش عندي نوع من الدراسه والتكتيك ان انا هقابل الفرقه دي بالشكل الفلاني، فريق بيدافع من نص ملعبه، فريق بيلعب ضغط من المقدمه، هقابله ازاي؟ مش لازم يبقى في تكتيك ان انا بشتغل عليه علشان اوصل للجول بتاع صحيح. المنافس بالطريقه اللي انا مفهم اللعيب عليه. فالراجل ادى طبعا اجازه، ادى جرعات قويه جدا في الفتره للعيبه اللي هي كانت معاه في الامارات، وعمل فتره اعداد قويه جدا، وبنشوف انا يعني بلاحظ بعض الاجسام بتاعت لعيبتنا بلاقي احيانا يا كابتن عضله الفخذ ابتدت تبقى يعني ايه مرسومه، يعني العضله واخده بعد ما كانت تبقى كده سرحه كده زي بتوع السباحه، لا لعيب الكوره لازم يبقى دايما عضله الفخذ كده تبقى باينه، وش العضله الجميله كده اللي في الفخذ اسمها العضله الجميله بالمناسبه، بتبقى واخده من المفصل لحد الركبه بتبقى كلها بارزه بشكل، ده بيدي احساس للاعيب بالامان، وبعدين لا يمكن يجي له صليبي او غضروف، لان انت بتقوي العضله وبتقوي الاربطه، هي اللي بتشيل وبتقوي الاربطه، وبالتالي لما بتطلع وبتنزل على مشط رجليك خلاص ما يجرالكش حاجه ابدا. اللي بيجي له صليبي بيبقى فتره اعداده ما تأدتش بالشكل الجيد، وبعدين الحاجه الثانيه وبالمناسبه مره ثانيه بمناسبه الصليبي الف سلامه طبعا لحمدي الونش، واحد من لعيبه منتخب مصر ولاعيبه نادي الزمالك، الف سلامه عليه المره الثانيه. الحقيقه انا ببقى متضايق جدا 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 لما الواحد بيجي له صليبي مره واثنين، وان شاء الله يرجع بالف سلامه ان شاء الله. يعني انت ليه بتقول كده؟ عشان الونش من احسن الناس خلقا حقيقي، لولا اخلاقه ولولا اداؤه الرجولي حقيقي، ونتمناه يرجع باسرع وقت طبعا لمنتخب، ويلعب ضد النادي الاهلي، ويلعب لمنتخب بلده، ويلعب لمنتخب ويلعب وينور الملاعب. صحيح. الاخلاق قبل الرياضه حقيقي. التربيه قبل حقيقي. دايما احنا في كليه التربيه الرياضيه اسمها التربيه الرياضيه، يعني التربيه قبل الرياضه. صحيح. التربيه وتعليم، التربيه قبل التعليم. صحيح. وكذلك لما تقول الونش تقول حسن شحاته، تقول باحترام للالقاب كابتن ابو رجيله، كابتن طه بصري، كابتن احمد رفعت، كل دي اسماء في خلاف عليها كابتن. لا لا لا. كابتن حماده امام، يعني كل الناس ديت تعاملنا معاهم على اعلى مستوى من السلوك الرياضي والتنافس الشريف. صحيح. وفي نفس الوقت حاجه
تفرح كده ان في لعيبه بالمستوى ده من السلوك، والى جانب السلوك فيه الاداء الرياضي اللي كلنا بنتنافس علشان نمتع الجمهور، مش عشان اخد بطوله. انا هاخد بطوله مره واثنين وخلاص، طب وبعدين؟ لازم الناس دي تيجي تستمتع وتقضي وقت حلو، وفي نفس الوقت فرقتي كسبت انا مبسوط قوي. طب ما كسبتش هسقف لها. وبنشوف الكلام ده، بنشوف الكلام ده بيبقى في 32 دوله في كاس العالم، وفريق طلع تلاقي الجمهور بيقابله في المطار وهو طلع من الدور، مجرد ان العلم بتاع بلدك اترفع وادوا اداء مشرف، مفيش اي مشكله انك انت، لان دي اسمها رياضه ودي حاجه لازم كلنا نعتز بيها. وبمناسبه المباراه قبل النهائيه في دور في بطوله الامم الافريقيه، الساحل العاج متفوقه على الكونغو بهدف مقابل لا شيء الدقيقه 65. هو ده يعني بصراحه لازم الكوت ديفوار ده بلدها، وعايزين النهائي يبقى ممتع ما بين نيجيريا وما بين ساحل العاج، هيبقى ماتش قوي جدا قوي قوي. وحاجه البطوله حقيقه ساحل العاج برضه سبحان الله يا كابتن، انت شفت يحيي من يريد يا كابتن، شفت تيم موريتانيا؟ شفت تيم موريتانيا؟ مدربه اسمه امير، ده بياخد مش عارف 5000 دولار حاجه كده، يعني سيبك من المبلغ، الناس دي بيحركها ازاي؟ اولا الراجل ده كلهم محترفين في انديه يعني متوسطه او اقل من متوسط، الراجل ده اشتغل معاهم ازاي؟ اولا ما بيجيبهمش غير في الاجنده الدوليه، ازاي بيخليهم يتحركوا كده، والترابط اللي بينهم والانسجام اللي بينهم، الكرات الثابته بيعملوا فيها ايه، اللياقه البدنيه العاليه قوي، يعني ده شغل ومدرب وطني عمرنا ما سمعناش عنه. وشوف كم فرقه في امم افريقيا ما كانش ليهم اي تواجد، موزمبيق شفناها بتأدي ازاي. لا بص حضرتك كمان كنت فاكر سبحان الله، يعني كنت فاكر بره جابوها يعني في داخله بالعافيه خفية خدتها ودخلتها ووصلت نهائي، دي كانت طالعه خلاص. اما انا بقول لحضرتك داخلين ثالث كره القدم بهدف. حلاوتها ومتعتها في كده الحقيقه يعني. وهل الجمهور يا كابتن مثلا، الجمهور شوف كان حاضر وهم بيتغلبوا ثلاثه اعتقد اربعه حصل حاجه، الدنيا قامت ووصلوا نهائي اهو، نزلوا طوب وشتموا حاجه. لو تتذكر برضو لما النادي الاهلي اتغلب من سان داونز، طبعا الناس زعلت يوم الثاني الثالث على طول قبل مباراه القطن الكاميروني لو تفتكر، كان يوم لاعبين يوم سبت وهنلعب الجمعه اللي بعدها في الكاميرون لو فاكر. طبعا فالجمعه ده لغايه لما رحنا الجمعه من السبت للجمعه احنا سافرنا الثلاث او الاربع قعدنا في جنوب افريقيا، الجمهور طبعا الاهلي زعل يوم الثاني الثالث واقفه مع الفرقه، ربنا كرمك بالبطوله بسبب وقفه الجمهور، يعني بما اننا بنتكلم عن الجمهور. وبالتالي اخيرا يا كابتن عادل، مواجهه قويه للنادي الاهلي امام الزمالك في نصف مارس القادم 13 14 مارس في نهائي كاس مصر. وطبعا عندنا افريقيا في البدايه ان شاء الله، الماتش ده باذن الله تعالى ماتشين لغايه المباراه الثانيه، ولسه كمان المديام الغاني ده هيبقى برضو ماتش ريزل الجمعه اللي بعده على طول يوم 23، ماتش ريزل جدا ارضيه الملعب، وبعدين هم من النوع اللي متحمس وبيخبطوا جامد. طبعا ماتش اهلي وزمالك، انا بشوف ان النادي الاهلي في قياده كولر بيبقى قاري الفرق، وخاصه النادي الزمالك بيبقى بيعمل تكتيك بيعمل تكتيك يعني هو ما بيعملش تكتيك ولا حاجه، هي التكتيك 10%. فبيشتغل تكتيك على اعلى مستوى، بيبقى عارف نقاط القوه والضعف ايه. لكن هو نادي الزمالك انا الحقيقه يعني انا سعيد طبعا بوجود المجلس الجديد، وانه ان شاء الله يبقى فيه توفيق، وانا يعني شايف الانجازات اللي هم عاملينها على اعلى مستوى، بس يعني الارقام كانت كتيره جدا، يعني الناس دي لازم نقول لهم نرفع لهم القبعه عن المبالغ، ملايين دولارات وملايين جنيهات وصفقات وهو الاخره، طبعا اعجاز يعني. لكن الصفقات الكتيره اللي جت علشان يبقى في انسجام هتاخد وقت، وده يعني النادي الاهلي دايما ما بيعملش كده، يعني صفقات النادي الاهلي ثلاثه والزنفولي يعني ما فيش ثلاثه يعني ثلاثه رضا قديم طبعا رضا قديم عمر وزنفولي عمر وسام بس صحيح، وده اللي انت محتاجه على كل احتياجاتك وانت قادر انك تجيب. صحيح انت قادر انك تجيب، يعني انا كنت اتمنى يبقى محمد شكري موجود، لان يعني الولد ده انا برضه باك ليفت
انا بقول ان شاء الله حسام هيجيبوا الراجل ده، لان انا بشوفه مستواه بيدي 8.5 من 10 في كل الماتشات. مستوى ثابت يعني، ثابت، وبعدين بيشكل خطوره وبيمنع اهداف في الدوله، بيلعب الكوره ما بتطلعش زي بنون كده، يعني ايه، بخيل قوي ان الكوره تطلع غلط. على طول لعبها في حتى الكرات اللي بيلعبها في نص الملعب تلاقيه رايحه في رجل الراجل، الاوفر بيعمله بيجيب جوال يا كابتن من نص الملعب. فطبعا النادي الاهلي واخد في كل فتره انتقالات بيجيب العناصر اللي هو محتاجها فقط، وانت في كل مركز من المراكز بتاعتك انت عندك 3 في كل مركز. والراجل بيطور. وبعدين صفقه عمر عبد الواحد الحقيقه انا بحييه جدا عليها، لانك انت لما يكون عندك 4 5 لاعبين بيلعبوا في اكتر من مركز، فممكن جدا والماتش شغال تحركوا تغير لك، صح، وحتى في دكه البدلاء تبقى حاطط 2 3 منهم بحيث اي خلل يغيروا لك اللي انت عايزه، وتلاقي اكرم ممكن يلعب هاف ديفندر. صحيح. عندك من النوعيات دي الحمد لله في الفرقه كتير، كريم يلعب لك شمال ويمين الى جانب طبعا حسين وبيرسيتاو، وانا سعيد ان بيرسيتاو طلع النهارده عشان يرجع عشان يرجع علينا. عملوا ماتش حلو قوي. طبعا النهارده من احلى الماتشات لجنوب افريقيا. بس يعني حضرتك كنت بتقول لي انا برشح الراس الاخضر، الراس الاخضر كان اقرب للفوز على جنوب افريقيا لولا المدرب زي ما حضرتك قلت. المدرب كان ماشي زي الفل، وبعدين راح منزل بابي ده بوظ له الدنيا، كل كره ياخدها راح شايطها في المدرج، وراح مضيع له اول ضربه جزاء خلصت. خلص على الفرقه على الرغم من كل الجهد. لو انا كنت مع كابتن هاني رمزي ورشحت الفرقه دي، قلت الفرقه دي هتبقى من احسن، وعلى فكره في الفترات اللي جايه الفرقه دي هتبقى في حته ثانيه. هم ايه ده 10 جزر يا كابتن، 10 جزر، وبعدين التعداد بتاعهم 700,000 بيعملوا منتخب بالشكل ده. فيعني برضو علشان نقول برضو الاتحاد الكوره، ايوه يا اخوانا، يبقى في لجنه، واللجنه دي تسمح باللعيبه بتاعتنا تطلع للاحتراف الخارجي في الدوريات الاوروبيه، مش لازم الكبيره، الاول في البدايه انديه عاديه ثم متوسطه، وبعدين كل واحد بجهده يوصل ان احنا منتخب مصري يبقى عندنا 30 40 واحد بنختار منهم، الى جانب المسابقات المحليه الناشئين والشباب بنهتم بيهم علشان نفرز لعيبه للمنتخب الاولمبي وللمنتخب الكبير ان شاء الله تعالى. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن عادل على وجودك معانا، دايما بنستمتع بوجودك معانا. ربنا يكرمك يا كابتن. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن عادل طعيمه. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل تقرير عن استعدادات النادي الاهلي وقياده كولر للدوليين، وبعد كده نستقبل ايمن جلبرتو وصبري سراج في ضيافه البيت الكبير. من أجل ترتيب أوراقه وإعداد القوة الضاربة للقائمة النهائية للاعبين الذين سيتوجهون إلى الجزائر، يواصل الجهاز الفني للمارد الأحمر تحضيراته للمواجهة المرتقبة أمام شباب بلوزداد المقررة يوم 16 من الشهر الحالي في اللقاء المؤجل من الجولة 4 لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وذلك في أول ارتباط رسمي منذ فترة طويلة عقب فترة التوقف الدولي بسبب بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في كوتيفوار. وسيسعى الأهلي بقوة لحصد نقاط المواجهة والحفاظ على تصدر المجموعة ب5 نقاط في الوقت الذي منح فيه الجهاز الفني راحة للاعبين ضمن البرنامج التدريبي الخاص بالفترة المقبلة. قاد المدرب مارسيل كولر مرانا قويا للاعبين الدوليين صباح اليوم، شهد تدريبات بدنية متنوعة وفقرات خططية، كما انضم إليهم إليو ديانغ الذي فضل المشاركة في التدريبات عقب عودته للقاهرة مباشرة بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده. الجهاز الفني سيكون أمامه عدة اختيارات لقائمته النهائية بعد رحلة التحضير للارتباطات المقبلة التي خاض فيها الأهلي 3 مباريات ودية، 2 منها في معسكر الإمارات أمام فريق الأخدود السعودي وحتى الإماراتي، والثالثة كانت أمام سموحة.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاستاذ ايمن جلبرتو. ازيك يا ايمن؟ كابتن مبارك يا حبيبي. الحمد لله. استاذ صبري سراج. ازيك يا صبري؟ ابو كباتن مبارك، كله كويس؟ خير الحمد لله. الحمد لله. احنا ممكن طيب. نبقى كباتن برضه على فكره، احنا بنلعب كوره. ما اعرفش صبري بيلعب ولا بط، بس لسه بلعب كوره. اعتزلت بقالي فتره. وانت مبطل؟ لا يعني بنديها شويه كده. انت لو بتلعب ما بتعرفش تلعب يعني، يبقى مبطل. محتاجين نتكلم الاول عن تعيين كابتن حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب، ورايكم انتوا الاثنين في هذا الامر. يعني لو هنتكلم بشكل عام، التحديات المقبله طبعا يعني مثل هذه الامور يعني بشكل عام. يعني احنا ما نعرفش ايه المعايير، بس احنا اول حاجه احنا ما نعرفش ايه المعايير اللي بناء عليها اتحاد الكوره قرر ان هو بدل ما يبقى مدرب اجنبي يبقى مدرب مصري. يعني ما عرفناش. اوكي. فدي ما فيهاش يعني، دي حاجات احنا ما فيش مشكله يبقى مدرب اجنبي او وطني. في الاخر انت قول معاييرك، خصوصا ان انت اللي قلت انا هجيب مدرب اجنبي، بعد كده تاني يوم انت اللي قلت انا هجيب مدرب وطني. برضو بالنسبه لكابتن حسام حسن، يعني بالشواهد هو اللي عليه الدور. يعني فيما يخص اتحاد الكره ومن يدير اتحاد الكره في السنوات الاخيره، احنا مشينا كده بالدور. كابتن حسام البدري خد دوره ومشي، كابتن ايهاب جلالجي خد دوره ومشي. ففي الوقت الحالي مفيش غير كابتن حسام حسن هو اللي الناس كلها مجتمعه ان هو اللي مفترض يكون المدير الفني لمنتخب مصر، الهداف التاريخي للمنتخب. كابتن حسام طبعا كسيره ذاتيه كلاعب تاريخي ومهاجم تاريخي لمنتخب مصر، محدش يقدر يتكلم في ده. كمدرب الراجل بقاله سنين بيدرب، يعني بنتكلم تقريبا من 2008 هو في مجال التدريب، منتخب واحد هو اللي دربه. السي في بتاعه ما فيهوش بطولات حققها، ولكن ده برضه متعلق بان هو اغلب التجارب بتاعته كانت في انديه لا تنافس على البطولات. يمكن نادي الزمالك هو كان معاه فتره حقق معاهم بعض النجاحات ولكن مش بطولات. النادي المصري هو قدر ان هو يحطهم على خريطه البطولات الافريقيه من جديد، و احنا هنتكلم في ده تحديدا يعني في ارقام. ولكن انا بوجهه نظري هو عنده ثلاث تحديات. دي اول حاجه ان المنتخب لازم يرجع له الهويه الفنيه. هل هو يقدر يرجع الهويه الفنيه لمنتخب مصر، المنتخب يبقى ليه شكل في الملعب ولا لا؟ التحدي الثاني ان يبقى فيه الروح من تاني ترجع والناس تلتف حوالين المنتخب من خلال الاداء ومن خلال ان الناس تشوف ان اللعيبه عندها الروح بتاعه المنتخب، وبالتالي الجمهور تاني يرجع يلتف حوالين المنتخب. الملف الثالث وده اللي الناس اكيد بتتكلم فيه دايما هو كيفيه التعامل مع محمد صلاح وبعض النجوم الاخرين، لان طبعا يعني بنتكلم كان فتره السابقه هم محللين في البرامج سواء كابتن ابراهيم او كابتن حسام، فكان بيبقى في انتقاد لازع شويه لمحمد صلاح بشكل بعيد عن ساعات بعيد الناس بتشوف ان هو بعيد عن الكوره. وايضا موضوع مساله الشاره هم كان ليهم في راي قبل ما يبقوا هم المدربين او المسؤولين عن المنتخب حاليا. بالاضافه مثلا برضو لو كابتن سعفان هو مدرب الحراس كان فتره مثلا كان ليه راي في محمد. فالامور دي هي ملف ولازم خلاص احنا كان في مرحله هم محللين. أعتقد ان اي مدير فني بالظبط اي مدير فني بيكون مدرب منتخب مصر اعتقد ان هو كل اللي انت بتقوله ده صح، ولكن 100% لو انا مكانهم هتعمل ايه؟ انا فاهم انتقد هيجنور يعني هلغي كل ده هلغي كل الحاجات دي وابص من عشان كده بقول لحضرتك ان خصوصا ان كابتن حسام من الاسماء اللي دايما بتنظر لمصلحه بلدها. طبعا ما عشان كده بقول لحضرتك ده تحدي ان هو النهارده انت الناس كلها مستنيه مثلا اول لقاء ما بين كابتن حسام وكابتن ابراهيم ومحمد صلاح يشوفوا. فالنهارده انت ازاي هتتعامل مع الملف ده، وازاي الناحيه الثانيه محمد صلاح كنجم كبير وقائد منتخب مصر حاليا هنتعامل مع الملف ده ازاي؟ فدي تحديات كلها قدام الكابتن حسام حسن. لو هو يعني هيقدر يتعامل معاه لازم يكون كمان في ناس بتساعده، وانا اشك ان ممكن حد يساعده، فهو مضطر ان هو من الاتحاد يعني فهو مضطر ان هو يتعامل مع هذه الامور وحده. ان ما حدش يساعده من الاتحاد بالزبط. لان الاتحاد يعني ممكن النهارده وانا جاي معاك، ما هو ده واضح من القرارات اللي بتحصل، هاجي اقول لك ايه؟ طب ما يلا بينا نسافر لمحمد صلاح، اوصل المطار انا ممكن ارجع صح. فلانه ممكن يجي لي قرار، انت فاهم يعني ممكن اي حاجه ارجع في كلامي اي حاجه ارجع في كلامي المجلس يرجع في كلامه. فهتلاقي فهو كابتن حسام الملفات دي كلها هو جهازه ياخدها بنفسه والتجربه يعني الفرصه جات لك كابتن حسام انت كنت مستنيها بقالك سنين، ودلوقتي الناس كمان انت خدت دعم ان سبورت ان معظم الناس في الشارع للامانه لما بتيجي سيره المدرب المصري بيقولوا حسام حسن هو اللي مفترض يقود المنتخب، فجات لك الفرصه. نتمنى لك كل التوفيق ونتمنى لمنتخب مصر كل التوفيق في المرحله القادمه. صبري
طبعا احنا حابين نبارك له ونقول له ان قدام تحديات عظيمه جدا. كابتن حسام حسن قبل ما يكون مدرب هو ملهم لجيلنا احنا، احنا حبينا الكوره من حسام حسن جيلي. انا حقيقي شجع كوره بسبب حسام حسن او حب الكوره بسبب حسام حسن. لكن هنرجع برضو لنقطه المعايير في الاختيار واتحاد الكوره استند على ايه. يعني لما قرر ان هو يختار مدرب اجنبي بعد فيتوريا، طبعا ما كانش في معايير اصلا واضحه لاختيار فيتوريا، وبالتالي ما فيش معايير واضحه لاختيار الكابتن حسام. كابتن حسام كسبان ارضيه كبيره جدا اعلاميه وجماهيريه، ودي نقطه كان بيفتقدها مثلا فيتوريا وافتقدها اسماء قبل كابتن حسام. بنستغرب جدا ان الماتشات، يعني ماتش منتخب مصر ومنتخب تونس وما فيش التفاف حوالينا موجودين. صحيح. فالمعركه دي او التحدي ده كابتن حسام كسبانه من قبل ما ينزل الملعب. صح، هيبقى فيه التفاف كبير جدا من الاعلام ومن الجمهور حوالين التجربه من جديد. الشغف اللي كان عند كابتن حسام وهو بيلعب والشغف اللي كان عنده وهو بيدرب لازال موجود ولازال مؤثر على الجماهير بشكل كبير جدا. فدي معركه كسبانه، قدامه تحديات تانية منها اللي قالها جلبرتو، ان هي فكره تعامل في اداره ملف محمد صلاح، وده ملف لا يمكن تجاهله. محمد صلاح بس تحديدا انا بشوف ان محمد صلاح تحديدا هو في كان فيه بشكل ايجابي او سلبي، سواء وضع محمد صلاح في المنتخب في السنين اللي فاتت وكمان مع الانتقادات اللي هو تعرض لها من جانب كابتن حسام وكابتن ابراهيم اعلاميا في الفتره اللي فاتت. فكابتن حسام وكابتن ابراهيم هيتعاملوا مع الملف ده ازاي؟ ده تحدي تاني. التحدي الثالث الحقيقه هو شكل منتخب مصر. يعني كابتن حسام طول مسيرته في السنين اللي فاتت وابرزها مع المصري كان بيعتمد دايما على الباور العالي في الاداء، وان احنا بنتحفظ وبننطلق الفرقه كلها بتندفع مره واحده، ففي قوه بدنيه كبيره وفي جري كتير وفي التحامات كتير. هل هذه الطريقه تناسب الجيل الحالي من اللاعبين في منتخب مصر اللي هو متوسط اعماره فوق ال 29 سنه؟ فبدنيا هيقدروا يأدوا ده ولا لا؟ في تحديات فنيه بقى في النقطه دي محتاج يجاوب عليها. في النقطه دي تحديدا كابتن حسام بيتميز بان هو عنده العين اللي يقدر ياخد بيها من الناشئين او يعني اللاعبين الاقل سعرا ويطور اللعيب لكن هل احنا برضو في وقت يسمح بده واحنا في وسط تصفيات كاس العالم؟ انت عندك ماتشين السنه دي، يعني فهي يعني السنه دي تعدي اقصد، يعني لكن خلال السنه يستطيع ان هو يقول يعمل زي ما انت بتعمل، انه يجب عليه انه ينزل بمعدل الاعمار. صحيح طبعا. على الاقل ال 25 26 على الاقل. احنا هنروح كاس العالم واحنا محمد صلاح والشناوي وحجازي طلع صلاح بره القصه، يعني ان صلاح كده كده لو عنده 37 سنه بيلعب هيبقى متوسط الاعمار. يعني احنا في 6 7 من الاساسيين في منتخب مصر هيبقوا وصلوا سن ما يقرب من 35 او اكتر من 35 سنه. فهو طبيعي جدا انه لازم يفكر في النزول بمعدل الاعمار. الوقت هيسمح له، حضرتك بتقول في ماتشين، ف هنشوف ايه الاضافه اللي هو هيقدر يقدمها واللعيبه اللي هيقدر يدخلها منتخب مصر خلال الفتره اللي جايه. هو عنده تحديات كبيره، لكن هو اعلاميا جاي زي ما بنقول بدعم شعبي واعلامي كبير. نتمنى ان ده يكون نقطه في صالحه يبني من خلالها ويقدر يطور الاداء في منتخب مصر، ونشوف منتخب مصر بيحقق نتائج كويسه. ارقام كابتن حسام خلال مسيرته، يعني لو استعرضنا كده الارقام خلال المسيره طبعا تدريبيه طبعا، يعني يعني مسيره تدريبيه بنتكلم هو 8 انديه ومنتخب. طبعا في تجارب اتكررت ابرزها طبعا النادي المصري وبعديها نادي الزمالك. تجارب اتكررت، يعني بص النادي المصري اكتر نادي 205 مباراه، فوز في 91، تعادل في 69 وخساره 45. يعني احنا بنستعرض الاتحاد هتلاقي كل الارقام الى حد ما متقاربه شويه في مساله التعادل والفوز برسنتج، يعني البرسنتج، لان برضو المصري الاتحاد سموحه انديه ما كانتش بتنافس بقوه على الدوري، يعني ومع نادي الزمالك ابرز حاجه ممكن تكون حياتنا المركز الثاني والوصول لنهائي كاس مصر، ولعب قبل كده مع النادي الاهلي برضو مباراه كاس سوبر كان وقتها المدير الفني النادي الاهلي جاريدو، برضو ده مع نادي الزمالك. مع نادي سموحه 25 مباراه، تجربه ما كانتش كبيره. بيراميدز رغم ان هو ما خسرش معاهم ولا مباراه، ولكن في فتره تم اقالته بسبب النتائج، يعني شكل او نتائج الفريق في الدوري. بعد كده مصر المقصه برضو تجربه ما نقدرش نقول ان هي ناجحه. الاتصالات 9 مباريات، الاسماعيلي تقريبا هو راح يعني يا دوب حط الشنطه بتاعته بعد كده مشي. طبعا الاردن على مستوى المنتخبات هي التجربه الابرز،
عدد المباريات فيها مش كبيرة كابتن إسلام، ولكن ما يميز التجربة دي إن كابتن حسام لعب وقتها الملحق المؤهل لكاس العالم كان قدام أوروغواي. طبعا خسر نتيجة المباراتين 5. طبعا أوروغواي وقتها بنتكلم في سواريز وكافاني، كان يعني في وقتهم فيعني الأمور ما كان يعني بالنسبة للكرة الأردنية كابتن حسام يعتبر من الناس اللي عملت شكل الكرة الأردنية حتى الله يرحمه كابتن بالظبط بعد كابتن جوري. ورغم ان الفتره قليله دي اجمالي المباريات بنتكلم في 422 مباراه 21 مباراه كمدرب، الفوز في 176، التعادل في 141، الخساره في 104، لا بطوله ما نقدرش برضو نقول يعني كان مدرب نادي الزمالك نادي بطولات ما قدرش يكسب معاهم. طبعا النادي المصري الامر صعب كونه هو وصل مع النادي المصري او لعب معاهم نهائي 2017 امام النادي الاهلي وخسر، ولعب السوبر في الامارات وخسر، قدر ان هو يوصل معاهم سيمي فاينل الكونفدراليه. دي انجازات طبعا مع نادي المصري بعيد عن البطولات اصلا. الاسماعيلي سموحه تجارب في العاديه تجارب كبير يعني تجارب هو سي في كبير يعني لمدرب ماتشات كتيره ما فيهاش بطولات، ولكن نقدر نقول ان في الوقت الحالي انا مشكلتي ان بس مع اتحاد الكوره او المنظومه اللي بتدير الكوره في مصر في السنين الاخيره ان احنا كده كده لا في بلان ولا في اعداد حد ولا في كوادر ولا عندنا اصلا خطه طويله ان احنا يبقى عندنا حد نقول له امسك انت كمل المشوار. فهو فعلا حرفيا لما تيجي تدور طالما انت دخلت في سكه المدرب الوطني لما تيجي تدور كابتن حسام هو كابتن حسام هو طيب. اقرب واللي نال شرف ان هو يبقى المدرب يعني. طيب اخطاء اتحاد كره القدم الحقيقه عرض مستمر، هل استمرارهم في الفتره القادمه صبري قد يؤدي الى مزيد من الازمات لمنتخب مصر ويهدد تجربه كابتن حسام؟ والحمد لله الانتخابات قربت ما فضلتش عليها كتير 7 يعني. شهور يعني انا بعتبر ده مسير للاعمال اكتر منه حاجه صحيح. اخرى هو من يوم ما جه هو مسير للاعمال الحقيقة. يعني ما شفناش اي بلان او اي استراتيجيه او اي حاجه تقول ان الناس الموجوده في اتحاد الكوره عندها ما تقدمه. شفنا اختيارات عجيبه في سواء في منتخب مصر من اول الاستغناء عن كيروش اللي كان غير مبرر الحقيقه وكان بس للمزاج الاعلامي ان هو احنا ما بنلعبش كره حلوه فجبنا مدرب شفنا ان هو بيلعب كره حلوه بس او اتقال له احنا عايزين نلعب كره حلوه. طب انت بصيت على الراجل ده قبل ما يجي شفت نتائجه كانت عامله ازاي؟ شفت صح. هو دفاعيا في الانديه اللي هو كان بيدربها وهي انديه كبيره كان بيستقبل عدد اهداف قد ايه وان دفاعه دايما مفتوح. فانت في المنتخبات ده هينفع معاك ولا لا؟ منتخب مصر اصلا كشخصيه منتخب كان بيحقق نتائجه وهو في المراحل اللي هو او الاجيال اللي كان بيتفوق فيها دفاعيا جدا، هل ده كان في اعتبارك وانت بتفاوض مدرب زروي فيتوريا اللي هو ما كانش برضه عنده اي سي في مع منتخبات قبل كده ولا عمره درب في افريقيا؟ فاحنا بنتكلم في ناس يعني بتختار بعشوائيه ما فيش اسس بيتم الاختيار عليها. حتى مع احترامي الكابتن حسام حسن هو برضو احنا لحد امبارح اول امبارح بالليل بنتكلم عن مدرب اجنبي نمنا وصحينا عارفين انه عاملين نقول هيرفيري النهارده ولا نرجع كيروش ولا بتاعه يعني ولا رجع كيروش ولا فاحنا نمنا وصحينا لقينا الكلام كله اتغير في ثانيه وكابتن حسام بقى موجود. انت حتى ما اديتش نفسك فرصه ان انت تفكر هتجيب مين. فالراجل كابتن حسام فجاه بقى مدير فني للمنتخب ولسه ما اختارش حتى جهازه. فانت كان ايه حتى وجه الاستعجال يعني كانت ايه المشكله لو كنت استنيته وفكرت؟ هو كان ايه وجه الاستعجال؟ يعني انا خلينا نطلع لا لا اتفضل يا كابتن اسلام ده انت امبارح كنت هقول لك الاربع حضرتك امبارح يعني بسم الله ما شاء الله لا انا زعلان جدا ومتضايق الحقيقه من ما يحدث الحقيقه حوالينا لانه كل اعضاء مجلس اداره الاتحاد ناس محترمه بصراحه. خليني اقول لكم ان هم ناس محترمه جدا جدا ولكن على المستوى الشخصي وكلهم اصدقائي وكلهم اخواتي وكلهم يعني تعاملت معاهم من كبرهم لصغيرهم تعاملت معاهم بشكل زملاء الملعب كابتن حازم وكابتن بركات. فانا مستغرب جدا 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 مما يحدث. يعني انا متاكد ان هم عندهم رؤيه بس ما بقالي سنتين بقول يمكن لكن امبارح انفجرت الحقيقه. يا كابتن اسلام اللي حصل يعني استكمالا لكلام صبري اللي حصل بس في الشهر ده يعني هنبتدي باصابه صلاح. دي اصابه يعني دي ما ينفعش اقول خطا اداري في التعامل مع اصابه. لا بص يا كابتن اسلام اهو البيان ده نزل مكتوب ايه يا كابتن اسلام؟ سيغيب عن المباراتين المقبلتين كاب فيردي ثم دور ال 16 لو تاهلنا. طيب نفاجئ بعد كده ان محمد صلاح في المؤتمر بيقول ده لسه في بيان هيطلع صح. بعد البيان ما طلع بتاع ليفربول ان لا ده كلوب بيقول ده الراجل هيجي عشان هو اصابته مش ماتشين. كلام كلوب كان قبل البيان كمان كلام كلوب كان قبل البيان.
صحف في انجلترا كلها وهي بتتكلم يا كابتن اسلام بيتكلموا عن اصابه غير يعني مدتها غير دي خالص، وابتدينا نخش في ده صلاح هيرجع عشان هو بيتدلع ولا اصل صلاح هيلحق ماتش تشيلسي وارسنال، صلاح ما لحقش الماتشين واصابته مكمله لحد دلوقتي يا كابتن اسلام. فالنهارده انت ليه تحط الدكتور بتاعك في ازمه وتحط كابتن المنتخب بتاعك في ازمه ان انت تقول ان اصابته محتاجه مباراتين وهو اصابته لسه مكمله مع حد دلوقتي؟ نكمل البيان يا كابتن اسلام، حتى بيان الشكر بيان عفوا الاعتذار اللي هم اتكلموا اعتذروا فيه للشعب المصري عن اللي حصل في كوت ديفوار، هم من نفسهم اهو تحت خالص كابتن زي يقول لك ايه الاجتماع بتاع يوم 4 فبراير هندرس فيه كل التقارير الفنيه ونطلع نقول ايه اللي هيحصل. طيب هل من المنطقي ان حضرتك درت اماكن وشركات هل حضرتك لما بيجي لك تقرير بتدرسه ينفع تدرسه النهارده الصبح وبالليل تطلع تقول دي نتائج؟ لا طبعا لازم ناخد وقتنا خصوصا ان احنا مش مستعجلين. طيب طلعوا بالبيان اللي هنستعرضه تاني اهو دلوقتي، البيان بتاع 4 فبراير وهم من نفسهم اللي بيقولوا اهو البيان اهو توجيه الشكر للكابتن لروي فيتوريا وجهازه المعاون ودراسه السير الذاتيه للمدربين الاجانب. طب يعني ده معناه ان انت جالك في اليومين دول بعد كده الكابتن محمد يوسف مدرب عام، ده معناه ان انت كلمت الكابتن محمد يوسف وخدت موافقته تمام. طب النهارده تقوم جاي عامل بيان تاني؟ لا 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 اكملها بقى لحين اختيار مدير فني اجنبي صح وتشكيل باقي الجهاز. انت خلاص يعني انت مقرر ان هو اجنبي، نصحى الصبح يقول لك الكابتن حسام حسن مدير فني منتخب، يعني طبعا الكواليس بتاعت اليوم كله بتختتم بان الكابتن حسام حسن مدير فني لمنتخب مصر وكابتن ابراهيم مدير للمنتخب. طب فين الجهاز اللي مع كابتن حسام؟ ما نعرفش. طب الكابتن محمد يوسف اللي انت اعلنت ان هو مدرب عام، ايه اللي حصل معاه؟ حتى ما فيش في البيان ان انت تشكره او تعتذر له عن اي حاجه، عن اي حاجه عن كابتن محمد يوسف على الاقل انسانيا يعني. ايوه طبعا احتراما احترافيا اي حاجه يعني. راجل انت اللي قلت ان هو المدرب عام، سكوت كابتن محمد يوسف يدل قد ايه هو راجل محترم، راجل محترم يعني جدا يعني. بصراحه انا بحيي كابتن محمد يوسف صحيح. على يعني ده لو كان طلع في اي برنامج وقال اي حاجه كانت الناس كلها هتعذره بالظبط زي ما غيره طلع وقال كلام يعني. نعم زي ما غيره طلع بس طلع ايمن لما طلع ايمن عبد العزيز لما طلع ريح الشعب المصري. بقينا عندنا عارفين ان عرفنا ده حصل ليه، احنا ليه حصل الكلام ده وليه خرجنا من دور ال 16 يعني اتكلم بعدين بس يعني النهارده كل ده بيحصل والنهارده انت عايزني انا اقتنع ان اللي حصل في كوت ديفوار ده صدفه او سوء حظ او سوء بخت او عشان بس اصل مين ضيع انفراد ولا مين؟ لا كل ده لازم طبعا تبقى نتيجته ان انت تخرج بقى من كوت ديفوار. اللي حصل في كوت ديفوار فضيحه. منتخب مصر يتعادل 4 مباريات ما يكسبش ولا مباراه، يدخل عدد اهداف قد عدد الاهداف المستقبله بمنتخب فيه نجوم بملايين الدولارات مش هنقول حتى الجنيهات. لا طبعا كل ده هو ده نتاجه ادي وكابتن والنهارده كمان يعني النهارده بتقيل مدرب وجهازه وبتدفع لهم الشرط الجزائي ايا كان اتفقت معاهم هتدفعه ازاي، وبنفاجئ ان انت نفسك نفس الاتحاد عندك رجال مصريين كانوا في جهاز فني سابق، كابتن ضياء السيد، كابتن وائل جمعه، كابتن محمد شوقي، ما خدوش فلوس ما خدوش. طب ليه ذنبهم ايه؟ يعني دول ذنبهم ايه وكابتن محمد يوسف ذنبه ايه؟ فده بيديك مؤشر لايه؟ كابتن حسام حسن هل برضه هيبقى ذنبه ايه؟ ولا هو هيعرف ينفصل بكل الليله دي ويحاول يقدم نفسه بشكل كبير؟ عليه مجهود كبير بصراحه، عليه مجهود كبير كمان. بس شخصيه كابتن حسام هتعرف تتعامل مع الموضوع، شخصيته اقوى من انه يعرفوا ياكل يعني يتغاضوا عن 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 حقوق او عن حاجات هو يطلبها وبتاع، يعني شخصيه كابتن حسام اقوى من كده بكتير، هيعرف يتعامل. تصريحات مثيره للجدل الحقيقه للمدرب المساعد كوت ديفوار كسبت 1-0 بالمناسبه. اذا نهائي كاس الامم الافريقيه 2023 المنتخب النيجيري ضد منتخب ساحل العاج ان شاء الله خلال يوم الحد. نعم يوم الحد، يوم الحد اللي هو كام بقى؟ كام نقعد نعد بقى يوم الاحد القادم ان شاء الله. العين بقت شبه بعض كل شبه بعض النهارده زي السنه اللي فاتت كل تقريبا 11 يوم الحد ان شاء الله المباراه النهائيه ما بين ساحل العاج ونيجيريا. كل الامنيات الطيبه للمنتخبين بقى مين اللي يكسب. انا اتمنى نيجيريا الحقيقه مش ساحل العاج لان انا كنت قايل نيجيريا من الاول، اتمنى ان نيجيريا تكسب. تصريحات مثيره للجدل للمدرب المساعد لمنتخب مصر.
زي ما قلت جاوبت على يعني لماذا خرجت مصر من دور ال16. هل من الممكن ان تخرج هذه التصريحات من مدرب وما نتكلمش عنها؟ بمعنى او مدرب في كان في مسؤوليه كبيره زي مدرب مساعد لمنتخب مصر ويقول لك ما فيش حاجه اسمها تكتيك، ما فيش حاجه او 10% التكتيك ده 10% وبقيه الكلام اللي قاله. مش هتكلم عن اختياراته الغريبه جدا 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 ان انا اطلع اتكلم على لعيبتي واطلع اتكلم اختار ما بين لعيبتي اللي انا كنت كانوا معايا من اسبوع ولا من 10 ايام. يعني عمرنا انا شخصيا عمري ما شفت هذا الامر صح. من اي مدير فني ولا اجنبي ولا مصري ولا اي حاجه. فكان بالنسبه لي وايمن اعقل من كده انا، او يعني ايمن عنده القدره على الكلام. انا استغربت جدا من كلامه امبارح الحقيقه. هو يعني في انسان لما رجعنا تاني، انا اسف يا صبري، رجعنا تاني لنغمه الاهلي والزمالك. اه دي يعني دي بالنسبه لي كمان كانت الاهم والاهم والاهم. في ناس بعد ما تتعرض لمجموعه من الضغوط او لفتره ضغط بيحصل اضطراب، فهو ممكن يكون حصل اضطراب ما كانش طلع صحيح. فشفنا كلام غريب جدا، كلام غريب فنيا اللي هو احنا ما فيش الكوره ما فيهاش بلان، ال 10% تكتيك، طب 90% الباقيين دول ايه؟ يعني نصنفهم تحت بند ايه اللي بيحصل في الكوره يعني عشان تبقى 10% بس تكتيك؟ غير كده يعني ده كلام ممكن يتشاير ميمز على الفيسبوك ونضحك كلنا ويعني، انما في كلام الحقيقه ما ينفعش نتجاوزه. الكلام غريب جدا في حته العوده لنظريه المؤامره، اصل انا عشان زملكاوي لو المدرب اللي موجود اهلاوي ما كانش هيتعرض لنفس الضغوط ولا الاعلام كان هيتكلم عنه. طب ما هو وبدا يجيب سيره زمايله يعني محمد شوقي والرياض ما هم ماسكين عملوا ايه. انا شايف ان شيتوس يعني من ساعه ما مسك 2005 اول ماتش احنا كنا في ده يعني كلنا يا كابتن مع بعض اتقطنا اداؤه يعني. ورغم ان هو كان يا دوبك لسه لامم من المنتخب ده لسه بيحفظ اسامي اللعيبه ومع ذلك اتقطع تماما يعني. فايه وجه يعني ايه اللي دخل اهلي وزمالك في الموضوع؟ مش عارف. وليه تجيب سيره زمايلك؟ لا يعني وبعدين ايه مش عارف مهيب بيساله في ايه، فقال له اصل سيد معوض ما ينفعش يطلع يتكلم. يعني انت طالع انت عندك يعني توجه واجندة طالع تقولها وتتكلم فيها حاجات انت لازم تتكلم فيها. ما احنا اصلا كنا المفروض وتساءلنا الحقيقه، بس يعني ما هي برضو المعايير اللي تم اختيار على اساسها الكابتن ايمن عبد العزيز عشان يبقى موجود في الجهاز، وايه كان دوره؟ احنا ممكن بقى نسال اسئله زي دي يعني، ودي اولى بكتير قوي من انك تطلع يا كابتن ايمن تتكلم عن ان ما فيش خطه في الكوره. طب حضرتك بتدرب ليه؟ يعني انت بتشتغل مدرب ليه؟ انت بتدرس يعني ايه؟ طب يعني انا دلوقتي لو عايز اروح ادرس واخد الرخصه طب بدرس ايه وانا بدرس؟ وانا يعني عايز اروح اخد الرخصه يعني. اصل ما فيش بلان، اصل ما فيش خطه، ده 10% يعني كلام غريب الحقيقه ما ينفعش يطلع من مدرب او من واحد بيشغل منصب مدرب منتخب مصر قيمته الكبيره واسمه الكبير. فالحقيقه كلام الكابتن ايمن قاله ده كان غريب جدا. انا شايف ان هو اضطراب ما بعد الصدمه مش اكتر. انا متهيألي هو لو اتفرج على الحلقه تاني مش هيرجع يقول مش هيرجع يقول يعني. انا بقول لك هو ده اللي انا بقوله، ولكن انا اكتر حاجه ضايقتني في الموضوع الاهلي والزمالك بصراحه صحيح، لانه الحمد لله مهما كانت او مستوى التنافس لا مهما كان مستوى التنافس جوه الملعب او حتى في الصفقات او في كذا او كذا، ولكن وده طبيعي بيحصل في كل حته، المستوى على الشكل الاكبر او على المستوى الاكبر الحقيقه ما بين مجلس اداره الناديين على اعلى مستوى. وعلى فكره احنا بنقول الكلام ده لان ده مع ان على الرغم من ان ده الطبيعي، لانه كانت السنين السابقه الحقيقه كانت سنين صعبه وما كانتش هي الاصل. الاصل في اللي احنا فيه دلوقتي ان انا لما الاقي الونش جاله صليبي مرتين ان انا اطلع اقول له الف سلامه عليك يا ونش. محمد حمدي الونش لاعب نادي الزمالك او محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك. فعشان كده انا بقول يا جماعه ما ينفعش نرجع ل 20 30 40 خطوه ورا بسبب بعض الغضب داخل مدرب. لا وما ينفعش تبقى هي دي الشماعه ان حضرتك طالع بتبرر فشل جهاز فني كامل. حضرتك زي ما انت قلت انت في عنصر مصري وحيد كمدرب يعني بعيدا عن محللين الاداء وبقيه الجهاز يعني الطبي والاداري، لكن انت هتحمل فشل منتخب في ان اصل انت بتتهاجم والمشرف العام على المنتخب بيتهاجم عشان هم بينتموا لنادي الزمالك. ما كابتن حسن شحاته رجل نجم زملكاوي كبير وكان ماسك المنتخب والامور كانت ماشيه معاه محدش كان بيتكلم في الموضوع ده. كابتن حسام البدري النهارده هو المدير الفني لمنتخب مصر وراجل درب النادي الاهلي حقق بطولات مع النادي الاهلي ما تعرض لهجوم وانتقادات وتم اقالته وهو ما خسرش
اي مباراه مثلا، ممكن يطلع يقول لك كده انا ما خسرتش ولا مباراه وما عملتش حاجه كابتن حسام بدري، وتمت اقالتي النهارده كابتن محمد شوقي وكابتن ضياء السعيد، ما هم كانوا مع كيروش وقت ما تم الهجوم عليه بعد مباراه نيجيريا، وقت ما كان بيتقال ان منتخب مصر ما بيلعبش كوره ولازم الجهاز يتغير، ما هم كانوا موجودين، وكان معاهم كابتن وائل جمعه مدير كوره، والثلاثه بنفس الاسماء ثلاثه اهلاويه ما قبضوش لحد دلوقتي مستحقاتهم المتاخره. ما هو الاولى ان لو هي ماشي اهلي وزمالك يا باشا خلصت حقوق الناس دي عشان الناس دي اهلاويه، وتعالى لي على الزملكاويه على... لو هنخش في السكه دي صعب قوي كابتن اسلام، صعب قوي يا جماعه يعني. انا يعني بصراحه اتضايقت جدا من الكلام بالاضافه كابتن اسلام معلش، مفيش حاجه اسمها 10% تكتيك والباقي ماشي 10%. طب انت عملت ايه بال90%؟ يعني انت في الملعب عملت ايه بال90%؟ انت اصلا لا في الملعب مفيش حاجه اسمها، ما تقولش انا بقول لك لا لا مفيش حاجه اسمها 10% تكتيك. ما انا يا بقول هنفترض معاك يعني الناس بتدرس ايه؟ ما مثلا انا بقول لك لو هنفترض ان كلامك انت صح، انت عملت ايه بقى بال90% اللي باقيين بره؟ اشتغلت بيهم ازاي؟ طلع لنا شكل المنتخب بالمنظر ده، ان اللعيبه بتاعتك مش عارف توقفها في الدفاع. وانا هيدوهم نفسيا بالظبط، انا هيدوهم نفسيا ولا ادربهم؟ طب وانت اصلا ما دربتهمش، انت اصلا ما دربتهمش 10%. طب 90% خد منهم شويه يعني نفسي اي حاجه يعني، ولا ده ولا ده، طب بتعملوا ايه؟ صحيح صح، انتوا بتشتغلوا ليه؟ او انت كنت موجود ليه؟ لا هو جنبه الصواب الحقيقه في كل الكلام اللي قاله امبارح، واتمنى ان هو يعيد يعني. طبعا انا بحيي مهيب الحقيقه لانه ملوش علاقه، لان هو بيسال هو عمل السبق وجاب وجابه، لكن انا بتكلم على ايمن. انا مستغرب جدا يعني، انا اتمنى ان هو يطلع مع حد ويعيد او يشرح لنا الكلام اللي هو قاله ده يعني، او يعني هو حر طبعا يعمل اللي هو عايزه. عموما خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نتكلم رقميا عن النادي الاهلي وبدايه موسم صعب، او بدايه النصف الثاني من الموسم بدايه صعبه جدا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. ايمن، النادي الاهلي بيستعد لمرحله صعبه جدا في الموسم، البدايه ان شاء الله 16 فبراير. شايفين المرحله دي اللي خلال الفتره اللي جايه ازاي، ونستعرض واحنا بنتكلم مباريات النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. طبعا زي ما قلنا قبل كده كابتن اسلام مع حضرتك في اكتر من مره، ان اللي فات كان حاجه صعبه واللي جاي اصعب. يعني دي المباريات المعلنه حتى الان، وارد طبعا الدنيا تتغير فيها، ما نعرفش فيما يخص المحل يعني، لكن دي المعلنه حتى الان. ترتيب المباريات، بص كابتن اسلام عدد المباريات قد ايه في شهر. المباراه البدايه طبعا مع شباب بلوزداد، دي مباراه مؤجله يوم 16، دي مؤكد يوم الجمعه، وفي ميدياما يوم 23، دي برده الجمعه اللي بعدها في الجوله الخامسه لدوري ابطال افريقيا، ودول مؤكدين. طيب مباراه طلائع الجيش هي لسه موجوده في الجدول، فدي احنا عايزين نتكلم عليها في مثال صغير، ان المباراه دي لائحيا يجب ان تؤجل. صحيح. يجب، مش يعني ده مش لازم النادي الاهلي يطلب، لا ده يجب ان تؤجل. ليه؟ لان في لائحه ممكن نطلعها وبعد كده نرجع تاني للجدول الماتشات. ان الماتشات في دوري ابطال افريقيا او اي نادي بيشارك في بطوله افريقيه او عربيه ما بيطلبش تاجيل، الا لان المباريات تتلعب في اليوم الثالث، المباراه الافريقيه في اليوم الثالث من المباراه المحليه لو هنا في مصر، وفي اليوم الرابع لو هي خارج مصر. هنا احنا بنتكلم في مباراتين خارج مصر في فتره زمنيه، اي مباراه هتتحط في النص مش هتحقق المعايير دي. أوكي. فهنا دي يجب ان تؤجل. في امثله حصلت، عشان برضو الناس بتطلع تقول يا كابتن اسلام هو النادي الاهلي بس اللي بيتاجله. لا، السنه دي حصل ان نادي بيراميدز لعب مع نوازيبو الموريتاني في موريتانيا يوم 2 ديسمبر، تم تاجيل مباراه الجونه في النص في الدوري، ولعبوا بعد كده يوم 10 ديسمبر مع سان داونز في جنوب افريقيا. حقيقي. تمام كده. الزمالك لعب مع نادي سوار. دي اللائحه الاول. دي اللائحه بالظبط كده كابتن. الانديه التي ترغب في المشاركه في بطولات العربيه الافريقيه عليها الالتزام بالمواعيد المعلنه بالجدول دون طلب ادخال اي تعديل على التوقيتات المواعيد او طلب التاجيل. اهو اللي جاي بقى، بحيث تقام المباراه المحليه للنادي على رابع يوم. امتى؟ في حاله اذا كانت المباراه الافريقيه او العربيه خارج مصر، وهو ما ينطبق، اكمل بس بقيه الجمله دي، وتقام المباراه المحليه على ثالث يوم في حاله اقامه المباراه الافريقيه او العربيه داخل مصر، وهو ما ينطبق اللي جاي بقى، تعالى لي، وهو ما ينطبق على النادي الاهلي في هذه الحاله، ان هناك مباراتين، مباراه يوم 16 فبراير ومباراه يوم 23 فبراير. اذا لو طبقنا هذه اللائحه على النادي الاهلي، مباراه يوم 16 فبراير امام شباب بلوزداد هتبقى يوم 16، يبقى انا المفروض العب يوم 20 لو طبقنا هذه اللائحه.
فالمفروض انت هنا عامل طلائع الجيش يوم 19، فهي كده يجب ان هي موجوده، كده يجب ان تؤجل دون تأجيلها. دون ان نطلب يعني برضو وقلنا نادي الزمالك واحنا بنستكمل الجدول، نادي الزمالك لعب يوم 3 ديسمبر كان يوم حد مباراه هنا في مصر مع سوار الغيني هو اللي استقبلهم، وبعد كده تم تاجيل مباراه الاتحاد السكندري كانت في النص ما بينها وبين مباراه سجراده، لان مباراه سجراده اتعدل ميعادها بدل ما تلعبوا الحد لعبوا السبت، فما كانش ينفع رغم ان المباراتين في مصر، ولكن طبقا للمعايير اللي في اللائحه تم تاجيلها. الموسم الماضي يا كابتن اسلام نادي الزمالك لعب مع المريخ في ليبيا يوم 17 فبراير كان يوم جمعه، اتاجل له مباراه سيراميكا في النص، بعد كده لعب الترجي في تونس. صحيح. النادي الاهلي نفسه لعب يوم 11 مارس اللي هو كان السبت مع سان داونز في جنوب افريقيا، اتاجلت له مباراه طلائع الجيش في النص، ولعب القطن في جروه يوم 17. فعشان بس احنا بنقول ليه كده، مش عشان حاجه، عشان البعض اللي ما بيبقاش واخد باله لما بيطلع يسرح في كلامه ويقول ده النادي الاهلي يرجع يلعب وكمان هتاجلوا له ماتشات في الدوري، لا يا باشا دي اللائحه وده النماذج بتاعتها اللي حصلت. فعشان كده بنقول ان النادي الاهلي الفتره اللي جايه عنده ضغط مباريات كبير جدا في بطولات مختلفه، بنتكلم في دوري ابطال افريقيا استعاده يعني موقعه في الدوري، في بيراميدز، في انبي لو في نهائي كاس مصر، وعندك نهائي كاس مصر امام نادي الزمالك قبل التوقف الدولي القادم اللي هو يوم 18 مارس. فكل دي مباريات اعتقد ان الجهاز الفني في الفتره المقبله هيتعامل معاها بالشكل الامثل. يعني تحديات كبيرة طبعا، اجنده زحمة جدا، الواحد لما بيبص للماتشات بتاعت مارس دي بيتخض. يعني تسع ماتشات، تسع ماتشات، نتمنى ان هم يبقوا 8 بس برضه حتى 8 هو عدد كتير. عدد كبير جدا وفي سفر يعني كتير. تسع ماتشات او 8 حتى الان، تسع ماتشات لغاية لما نشوف موضوع طلائع الجيش، بس زي ما قلت لحضراتكم هم طلائع الجيش يبقى 1 2 3 من يوم 16 فبراير ليوم 17 ديسمبر، تسع مباريات، تسع مباريات عدد كبير جدا، حتى لو 8 هو عدد كبير جدا خصوصا ان في اكتر من رحلة بره، احنا هنلاعب بلوزداد بره، هنلاعب ميدياما بره، هنلاعب ماتش الزمالك غالبا هيكون في الامارات، فاحنا بنتكلم برضو في ان في اكتر من سفريه، فهيبقى في ارهاق كبير للعيبه، لكن هذا هو الوضع وهذا هو القدر وهو ده قدر النادي الاهلي وقدرنا في مصر ان احنا نلعب بهذه العشوائيه يعني ونوصل ان الموسم بياخد معانا سنه. فنتمنى ان شاء الله ان احنا نخرج من من مارس احنا واقفين على رجلينا كويس في كل البطولات، استعدنا موقعنا في الدوري واكدنا الصداره في افريقيا وفزنا بالكاس وجبناه هنا واحتفلنا زي كل مره ان شاء الله. ايمن، الصفقات الاهلي الشتويه اعتقد هيكون لها عامل مؤثر ايجابا مع النادي الاهلي. اكيد طبعا، اضافات مهمه في مراكز لجنه الكوره والجهاز الفني شافوا ان في التوقيت ده احنا محتاجين لاعب جوكر زي عمر كمال، طبعا زملائنا كريم وثابت استعرضوا ارقامهم واحصائياتهم مع حضرتك في حلقه سابقه، ولكن يعني لاعب جوكر عمر كمال للامانه، يمين شمال ممكن تستفيد بيه، وينج كمان يعني يقدر يلعب في اكتر من مركز. طبعا وسام المهاجم، يعني النادي الاهلي دايما بيحاول يدعم مركز المهاجم الصريح عشان خاطر توالي وتتابع المباريات، شفناه في لقطات في مباراه وديه في معسكر الامارات جاب ضرب الجزاء وكان ليه فعاليه او ليه شكل، طبعا لسه مع الوقت هو طبعا حاليا مصاب، فنتمنى ان هو ان شاء الله يرجع في اسرع وقت. طبعا الزنفولي او الزنفلي زي ما الزنفلي هم بيقولوا ان الاسم الصح الزنفلي، فحارس مميز في الدوري. والله انا واحد صاحبي بعت لي قال لي ان كابتن وليد صلاح الدين قال في الراديو يا جماعه واسمه الزنفلي، احنا محتاجين لما نجيبه هنا القناه عشان نعرف يعني هم قالوا ان اسمه الصح الزنفلي مش الزنفلي، فخلينا احنا ايه، انا مع كابتن وليد لحد هبعت له انا على الهواء، ابعت له على الهواء نجيبه كابتن هنا ونسال احسب لنا الموضوع. انا عايز اشيد الحياه بالصفقه دي تحديدا. بمين؟ الزنفلي او الزنفلي؟ انا بقول لك منين عشان كده يعني بجد تحيه للعين اللي بصت على الحارس ده واختارته، لان في الفتره اللي كنا او الناس بتتكلم فيها ان الاهلي محتاج دعم في مركز حراسه المرمى مع اصابه الشناوي واتطرحت اسماء زي بسام ابو جبل وهم حراس كبار، ناس عارفه عندي على الفيسبوك مثلا، انا كتبت طرحت الاسم ده، اسم محمود الزنفولي. الحارس جيد جدا وعنده رشاقة كبيرة ومن أعلى الحراس اللي بتعمل تصديات في الدوري، وعنده سي في كويس جوه الدوري المصري، عنده خبرة كويسة جوه الدوري. فالحقيقة أنا مبسوط إنه جه وخد فرصة مهمة إن هو يكون موجود في النادي الأهلي،
وبتوقع ان هو هيكمل معانا بعد كده يعني. وموديست برضو خلي بالك التألق اللي عامله احنا اعتبره صفقه جديده يعني. دخلوا في الصفقات. هو موديست احنا من الاول كنا بنقول ان هو محتاج عدد من المباريات مع سنه الكبير. هو حضرتك عارف اللعيب لما بيبقى كبير طلع صغير وبيقعد فترات او بيلعب على فترات متباعده بتبقى حالته البدنيه مش افضل. قلت لي انا ما بعرفش العب انا برده 35 لكن مع تولي المباريات هيجيب فورمته. وهو اسم كبير وعمل سي في محترم طبعًا. في اوروبا وفي مع حضرتك كابتن اسلام لو تفتكر تالقه في المباريات الوديه وفي ماتش سموحه وقبلها وفي الفتره الاخيره حتى في المباريات الرسميه لما بدا يسجل سوبر السوبر صحيح بدات العمليه تمشي. اعتقد ان هو مع عوده المباريات ومع توالي المباريات هيقدم مستوى هيرضي الجميع يعني. يعني كمل كام صوري مع حضرتك لو تفتكر يا كابتن اسلام يوم التعاقد معنا كنت مع حضرتك هنا انا وثابت واتكلمنا عن السي في بتاعه كلاعب مبهر لعيب قوي ولعيب مهم طبيعي يعني الفتره اللي هو كان فيها طبيعي. لكن اللي ظهر في نهائي السوبر وللامانه هو واضح ان هو كان برضه مستني دي هنا ده اللعيب اللي ممكن تقول تستنى ان هو بيتاقلم لان هو في الاخر لعيب اوروبي جاي يلعب هنا في 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 افريقيا او في مصر فالامور تبقى مختلفه. شفنا دلوقتي داخل مع اللعيبه في كل الاجواء الراجل في الفيديوهات الديجيتال اللي بتطلع في المعسكرات او في التدريبات الراجل خلاص منسجم بشكل طبيعي جدا في الحياه مع اللعيبه بيخرج وبيروح وبيجي. فاعتقد كل ده هيساهم ان انت هتستفيد بوجوده وبقيمته كمهاجم اللي كان قبل كده. طبيعي ان يبقى في بعض الانتقادات لما يبقى غايب عن التهديف او مش في افضل حالاته. ولكن ان شاء الله اللي حصل في بدايه من نهائي السوبر يستمر عليه لاخر السيزون لان احنا كجمهور نادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي يعني بالكثره دي في المباريات. وهنيجي بقى بعد نهايه مارس نقول ماتشات ابريل ومايو لحد اغسطس كده ان شاء الله انت محتاج ان كل لعيبتك تبقى جاهزه وتبقى في التوب فورم بتاعتها وتبقى ثقتها بنفسها حاضره يعني. طيب اخيرا مين ممكن يبقى البطل في كاس الامم الافريقيه صبري؟ منطقيا نيجيريا انما العمليه متسهله مع كوت ديفوار جامد الحقيقه يعني جم من ده هتبقى يعني حكايه تروى للاجيال اذا فازوا بالبطوله. الناس جم من البيت جابهم من لسه كنت بحكي حد جابهم من بره جم البيت يعني دول روحوا بيوتهم يا جماعه روحوا ده كل الفرق بتساعد ان هم يبقوا موجودين بيبقى فيهم احنا يعني المجموعه بتاعتنا ان ثلاث نقط وخلاص هم بره كل الدنيا بتتسهل ان هم يصعدوا صحيح. انما ككوره وعلى المستويات اللي اتقدمت في البطوله نيجيريا طبعا يعني. لكن زي ما قلت لك هي الكوره ملهاش كبير والعمليه ماشيه معاهم زي الفل يعني. بنشوف ايمن بال 10% تكتيك نيجيريا 10% تكتيك صحيح تودينا نيجيريا لانه خلي بالك فاكر الاحتواء والاحتواء دي خدت برضو مننا رئات خلال الفتره ال 10% دي برضو هتاخد مننا والله مش عشان حاجه لكن لانه علامه استفهام كبيره جدا. تصريح غريب جدا تصريح غريب يعني ماشي زي ما انت بتقول كده قد يكون هناك معاناه لما بعد الاضطراب من اضطراب ما بعد الصدمه او الكلام ده كله لانه كان الموضوع صعب جدا لانه موضوع صعب علينا كلنا صحيح طبعا. منتخب مصر يخرج من دور ال 16. انا بشكرك شكرا جزيلا ايمن. شكرا كابتن اسلام ويعني دايما كده مع حضرتك في حلقات ان شاء الله الفتره اللي جايه تكون كلها انتصارات يعني يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا يا صبري على وجودك معانا. شكرا كابتن بشكرك شكرا جزيلا. بشكركم شكرا جزيلا ايضا. كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع زي ما حضراتكم متعودين معانا. ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد هيبقى النهائي بقى تشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي وان شاء الله تكون مباراه تليق بنهائي كاس الامم الافريقيه سواء من منتخب نيجيريا او منتخب كوت ديفوار. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله حلقه قريبا من البيت الكبير.